هذا البرنامج من طرف البيضة المغربية. صحة ولدة اليوم وغدا. أصوات السوق، أصوات مع سهام محمد. صباح الخير، صباح الأنوار مستمعينا، سعيدة بلقائكم في حصة جديدة من البرنامج الأسبوعي الخاص بالاستهلاك بالأسرة المغربية بامتياز أصوات السوق. بعد موضوع تعفن الأضاحي واللي كنا تناولناه في حلقة من حلقات البرنامج، موضوع آخر كيهمنا اليوم كمستهلكين، موضوع يمكن نقوله أنه كيفرض نفسه بقوة هذه الأيام. خبر الدولة إحدى الصحف الوطنية يفيد أن أعلاف مسرطنة بضيعات الدواجن. اليومية أفادت في مقال بعدها انتشر مجموعة ديال المواقع الإلكترونية أن مصالح المراقبة الوطنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية اللي هي لانصا تحركت بشكل مكثف من أجل تعقب رواج أعلاف مسرطنة موجهة لتغذية الدواجن في مجموعة من الضيعات والحظائر بالمملكة. ما مدى صحة هذا الإشاعة أو هذا الخبر؟ مدى عن الجهات المسؤولة عن المراقبة؟ وكيفاش تعاملت جمعيات حماية المستهلك؟ أسئلة وأخرى غادي نطرحوها وإياكم على ضيوفنا اللي كيشرفونا اليوم بالحضور. الأستاذ عبد الرحمن الرياضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن وعضو بمجلس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. صباح الخير وشكرا على قبول دعوة البرنامج. صباح الخير. مرحبا. أيضا معي في الاستوديو الدكتور أيت بولحسن عبد الله، اللي هو أستاذ باحث خبير دولي في مجال إنتاج الدواجن. صباح الخير. صباح الخير لالا. ومرحبا وشكرا على قبول دعوة البرنامج أيضا. شكرا. وعلى يميني الدكتور منير السرتاني، اللي هو بيطري طبيب مفتش تابع لانصا، الناس المسؤولين على المراقبة اللي هو المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. بعد لحظات غادي نربطوا الاتصال بالأستاذ ميدو محمد، هو صاحب ضيعة لتربية الدواجن بجهة البير الجديد. وأيضا معي في الاستوديو ما ننساش الملحة ديال البرنامج، الأستاذ أحمد بيود رئيس جمعية مع المستهلكين وعضو الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك. صباح الخير أستاذ بيود. كنت نساك؟ لا ماشي خليك، لا هذه بخويا الناس يسقسوك فين غبر. فين غبر؟ لا كاين، الله يطول في العمر ويخليك لينا أستاذ محمد. شكرا على أستاذ أحمد بيود. نحيي زميلي مخرج البرنامج فيصل فرفر وتحية لكل أوفيائنا. نذكركم برقمنا 0522 77 24 24، كيف ما يمكنكم تفعلوا معنا على الصفحة الخاصة براديو أصوات أو الصفحة الخاصة بالبرنامج أصوات السوق. وككل حلقة وقبل ما نفتحوا النقاش نسمعوا لها التصريحات. بالنسبة لي أنا كناخدها وأنا متخوفة، لأن بالنسبة للحمل الآخر ما كناكلوش، يعني كناخدها ودايرة في الواحد ما عنده ما يدير. عندي علم بالخبر هذه كاينة، وهذا سمعتها في الإذاعة ديالكم نيت، وكنت قريتها شي حاجة في الفيسبوك. بالحق كي قلت لك زعما بالنسبة لي أنا ما نكذب، أنا هذا الشيء باش قريتها يلا نقول لك جاش كريته وقرا شي دو فور. يعني الواحد ما عنده شي بديل، وكان طب البيطاري غيدير خدمته وغتكون عنده هاد لا زون هذه غير راقبها اليوم مره واحده شاك سيمين، طبيعه الحال ما غيكونش هادشي. الناس كتجري باش تكسب فلوس، ما عندهم غرض في الانسانيه ولا في الدين. اي انسان تيدور يكسب فلوس باي طريقه. انا الدجاج ما كنبغيش هذا في الحقيقه ديالي، واخا كنعاون به في بعض الاحيان كنتخوفوا منه. انا بالنسبه لي كنطبقها في حياتي، اي حاجه خلق الله سبحانه وتعالى وما كانش اضافه ديال الانسان ما تخافش منه، غير ما يكونش صح الزياده. اما بالنسبه اللي كيصنع الانسان الهم ديالو هو الربح، ما كيهموش هو يعطي المستهل، ستار الله. بالنسبه ديال الدجاج انا ما كنصحش به، لانه ولو كيلقحوا ولو لقاحات ولو بزاف الحوايج ضروري غادي ناكلوا الدجاج. انا شفت بزاف تلقى التواصل ان المراه خاصها تاكل الاجنحه ديال الدجاج، لان تما فين كيكون الحقان، ويعني غتقدر دير لها سرطان.
ولكن هاد الناس راه هما اللي مسؤولين على هادشي. لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الشركه كانت كدير واحد النوع ديال العلف، ملي كيموت الدجاج كطحنوا كتخلطوا مع العلف كيتقوت بواحد النوع بواحد الدجاج اللي هو دجاج كياكل نفسه، وهذا هو اللي كيعطي هذاك الدجاجه الكروند بديك لا فورم انورم. حنا بارك علينا الدجاجه العاديه، ما خصناش نشوفوا داك الكبار. هادشي هو اللي كيجيب الامراض السرطانيه وكثير من الامراض اخرى، ولهذا خص الناس ما تكونش عندهم ديك النظره ان الحاجه الكبيره هي سي لا بلو بيل، والحاجه الصغيره هي البنه وهي اللذه وهي الصحه. انا ما كنسهلكاش، انا كنحاول ناخذ دجاج البلدي ديال اي انسان اللي كنعرفو عندي فيه الثقه، وكنعرفو بانه كيعلفو بالذره وبالحوايج اللي هي بيو. اولا قبل كل شيء ما كايناش واحد المراقبه عندنا حنا في لاليميتاسيون، لان الناس كياكلوا وما كاينش شي مراقب اللي تيقول نشوف اش كيدور. ما كاينش تدخل لا ديال السلطه ولا ديال لا فينانس. المراقبه خصها تكون على الاقل مره في الشهر. انا ما بقيتش كاع كندخل عليا لا دجاج ولا لحم على هاد المواد وعلى هاد البيستيسيد والزانسكتيسيد اللي كيديروا في الدجاج. الماكله ديالي ولات قليله بالنسبه لهاد المواد الكيماويه اللي كيديروا، لان كنتخوفوا كلشي مسؤول. بالنسبه للدجاج ملي كناخذوا هكا مره تنتخوف منه فعلا، مع هاد الهضره وهاد الشيء اللي كنسمعوا. واخا كنكون زعما واخداه وغادي نستهلكو ما مرتاحاش ليه، هما ما غاديش يحدوا منا باش هما يستافدوا باش ياخذوا الربح بسرعه، ولكن المستهلك هو اللي متضرر وهو اللي غايجيبها في راسو. يعني حنا ما عندنا ما ندير، واخا عارفين بان مسؤولين عارفين هذا الشيء وبحال تيغمضوا عينيهم، ما كاينش المراقبه. ضروري كاين واحد التخوف بالاخص الامراض اللي منتشرين دابا، ولا تخوف كبير حتى كتشوف بعض المرات شي امراض كيخرجوا في الجيل بنادم ولا كيخاف. اصلا المسؤولين ما خاصش يحمل المسؤولين، ولا هذوك اللي كيبيعوا للناس بحال هكا هما بجوجهم، هادوك ما كيديروش الخدمه ديالهم والاخرين حتى هما ما كيخافوش الله. ضروري خاصهم المراقبه، حتى الصحه ديال المواطن ما كتقدرش بتهمه. متخصصين ومهنيين معكم على أصوات باش يوجهوكم كيفاش تحضيو راسكم وتستهلكوا بلا ما تضروا. تصريحات ساقتها لنا زميلتنا هند جباري مشكوره. نبدا من اليمين دكتور السرتاني، التعليق ديالكم على ما جا في التصريحات ديال بعض المواطنين عينه من الشارع المغربي. شكرا استاذه سهام، بانني حقيقه كنت تفاجئ بالتدخل ديال المواطنين كيحكموا بانها ما كايناش مراقبه على طول السلسله الانتاجيه ديال قطع الدواجن، في حين ما عندهم ادنى درايه بالميدان ديال المراقبه الرسميه اللي كيتم لا على مستوى التربيه لا على مستوى الترخيص لا كذلك على مستوى التغذيه الحيوانيه او على مستوى التسويق ديال المنتوجات والمجازر وحدات ديال التقطيع ديال اللحوم، بالاضافه كذلك المراقبه الحدوديه ديال المواد اللي كتدخل في التركيبه ديال هذه السلسله. هذه ما كنعرفش الناس ما عارفينش الجهاز ما عارفينش هاد المسائل اللي كدير كامله، وكيحكموا بان الدجاج خايب، بان فيه ادويه، بان ما عرفش انا فين شكون اللي كيسرد لهم هذه المعلومه. وهذه فرصه ربما البرنامج غادي يقدم معلومات صحيحه في الموضوع. دكتور ايت بول حسن عبد الله، التعليق ديالكم على ما جا في الشهادات. التعليق الاول هو بانه ملي كنسمعوا الشهادات انا كيبان لي بانه في واحد الفراغ مهوي في المغرب فيما يخص اللي كيتعرف الدول الاخرى التربيه الغذائيه او التوعيه الغذائيه. ما كاينش واحد اللي كيشرح للمستهلك، وبالتالي المستهلك كيبقى يمن اي حاجه اللي تقالت. اللي بغيت نقول هو بانه غادي تجي المناسبه نعطيو الشرح كاع داكشي اللي قالوا المشاهدين بيستيسيد انسكتيسيد الكيماويات الدجاج الميت هادشي هذا، بغيتهم يعرفوا غير واحد الحاجه، الا كان داكشي في العلف اول واحد اللي غادي بعد من داك العلف هو الدجاج براسو. الدجاج كائن حي بحالنا بحالو، ملي كتكون شي حاجه بسمومه في العلف ما كيقرب ليهاش كيبعد عليها. رائع. استاذي استاذ عبد الرحمن الرياضي، ملي سمعت هاد الشهادات هادو كاين كنشوفك مبتسم. لا كنقول ما كاينش وعي عند المواطن. لا نقول لك ملي كنسمع هاد الشهاده كنقول واحد العمل كثير كبير كيتسنانا، لان كنفرطنا في حقيقه في هذا الشيء ديال التوعيه باش نعرفوا المستهلك ديالنا
بالعمل والمجهود اللي كنديروا حنا وكنديروه معنا لونسا اللي هي اللي كتضمن سلامه المنتوج عند المستهلك. لونسا على اعتبار انهم هم المسؤولين على المراقبه. اذا كاين تفريط من جهتكم يعني من ناحيه ديال التوعيه. في حقه كان لان هذا الشيء بدا كيتردد بزاف. انا كنقول انه واحد العمل كبير كيتسنانا باش نفسروا للناس نفسروا لهم بعدا كيفاش كنشتغلوا ونقنعوهم بالجهد ديال المراقبه اللي كيدير. جميل استاذ احمد بيض. في نظري انا كان جوج الحوايج. الحاجه الاولى هو عدم وجود المعلومه المدققه او الدقيقه عند المواطن عند المستهلك. طبعا كنهضروا على الميكرو تروتوار اللي سمعنا عند الانسان العادي ما عندوش معلومه. نعم. شكون خصو يعطي هذه المعلومه؟ اليوم غادي نشوفوا شكون خصو يعطي هذه المعلومه. وثاني حاجه نظرا لعدم وجود هذيك المعلومه فكتلقاه يا اما كينطلق من تجربته الخاصه يا اما كينطلق بما قيل له. علاش؟ لان الى حد الان كلنا كنقولوا انا لا لان انا ماشي منتج كلنا كنقولوا الفول ديالي طياب انا المنتوج ديالي رائع وهو في الواقع هذه الهضره اللي كيسمع غير راه المنتوج مزيان راه المنتوج مراقب راه المنتوج مضمون في الوقت اللي هو كيشوف حوايج اخرى كاين تجارب خاصه بالناس كينطلقوا منها وهذا شيء طبيعي. فلهذا ضروره ديال اعطاء المعلومه والمعلومه المحايده العلميه اللي خصها تكون ماشي اي معلومه. لان المواطن لحق لواحد المرحله وانا كنقول الحمد لله انه ما بقاش قد يبلع اي حاجه كانت. انا غادي نمشي عند الاستاذ الرياضي اللي حاضر معنا سي عبد الرحمن الرياضي اللي هو الكاتب العام للجمعيه الوطنيه لمنتجي لحوم الدواجن وعضو بمجلس الفيدراليه البيمهانيه لقطاع الدواجن. من بعد ما جاء هذا الخبر وتداول هذا الخبر ديال الاعلاف المسرطنه واللي كتدخل من دول يعني كبيره على راسهم الولايات المتحده الامريكيه، شنو رد الفعل ديالكم من غير البلاغ اللي صدرتوه اللي كتنفيو فيه؟ يعني واش كانت شي حاجه ملموسه على ارض الواقع؟ لا، هو الحاجه الوحيده اللي حسنا بها هو انه كنتاسفوا لان هذاك العمل ديال الصحفي اول حاجه هو يشوف الهيئات اللي كتمثل القطاع. نعم. هي المعنيه الاولى بهذا الشيء. على الاقل ياخذ الخبر اللي عنده شي خبر هذاك عنده الحق، ولكن على الاقل ياخذ الخبر المضاد ولا التاكيد ولا النفي. نعم. عند الجانب الاخر هادشي ما دارش حتى من بعد عاد ولينا كنسمعوا هضره اخرى. وهذا العمل الصحفي كيف العمل الصحفي احنا عرفنا غادي تاخذ الطرف والضد ديالو. انتوما داخل الفيدراليه كيف كان العمل ديالكم يعني في ديك اللحظه يعني في الوقت بقى سخون الخبر ما كيسخون؟ كان غضب صراحة كتبش عليك من بعد الغضب. شنو رد الفعل ديالكم؟ يعني واش نزلتوا للشارع من غير يعني التواصل ديالكم مع بعض الوسائل ديال الاعلام اللي كتكذبوا فيها الخبر وكتقولوا هذا الشيء راه ما كاينش في الاصل ديالو؟ هذا الشيء اللي يمكن نديرو حنايا، اولا اتصلنا بالجريده المعنيه بالامر هذا وفسرنا لهم قلنا لهم هذا الشيء ما كاينش شيء، لان هذيك الماده ما كايناش في المغرب ما كتسالكش في المغرب وحتى الانتاج ديالها تحبس حتى في الخارج هذه سنين بكثر من 8 سنوات فاش ما بقاش كتستر وهذا اصلا ما كانش كتستعمل في المغرب ما كتستعمل شيء. اذا هذه معلومات كاينه ويمكن واحد يقلب في الانترنت راه محلول يدخل يقلب وغايبا ليه كل شيء. ماشي كل شيء كيفهمها استاذي الصحفي عنده مستوى. لا انا بغض النظر دابا حنا خرجنا على اليوميه اللي نشرت الخبر، وانما ماشي كل شيء عنده الكفاءه انه يفهم ديك المصطلحات التقنيه بحالكم انتم. غادي نمشي عند الدكتور ايت بوالحسن عبد الله على اعتبار انكم خبير وفي مجال الانتاج ديال الدواجن. واش المغرب كيستورد اعلاف اولا كيكتفي فقط يعني بالعلف المحلي؟ وايضا رد الفعل ديالكم لان اليوم كتجيو انتم مع الفيدراليه يعني من طرف الفيدراليه. انا 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 جالس معك ك نوتر كاستاذ محايد المدى. نعم. محايد غادي نقول لك الشيء اللي كاين تيني. انا فيما يخص الخبر اللي قلتي بالنسبه ليا ويسمح لي باش نعلق عليه، ماشي خبر زايد ماشي خبر عارض من الصحه، خبر خطير جدا هو اللي كيخوف اللي سمعناه في ميكرو التطوير. كان شاري اللحم وخايف طبعا كان بغي وما مهنيش. علاش؟ لانه
ولو هذاك الشيء ما كاينش هذه 8 سنين داك الدواء ما بقاش في امريكا وفي الدول ولو بانه المغرب عمره ما استورد ما كتستوردوش الاعلاف ماشي عندنا اكتفاء ذاتي عندنا الطاقه ديال الانتاج كتتعدى الاكتفاء الذاتي وكنصدروا الاعلاف واخا بعض الاشخاص يعني غير راضيين على العلف المحلي تفضل كمل الفكره ديالك ما كيعرفوش معكم ما عارفينش واخا انا هو يعني نعم تفضل اللي ما كيعرفش راه كاين النقد ساهل ولكن الخبر بحد ذاته اللي فيها الاغلاط ديال الدواء ما كاينش ديال المغرب ما كيستورد ولكن فيه شي حاجه تغلف بواحد الخبر اخر اللي مهم وهو بانه المفتشين ديال المكتب الوطني للصحه السلاميه كيدوروا على الحقول ديال تربيه الدواجن كيقلبوا على ذاك الدواء كان بين السال بالنسبه للصحفي التليفوني تليفوني لونسا كاينه في كاع جميع المدن المغرب وفي نظرك انه هو يتصل بلونسا غير بيني وبينك دكتور ايت بول حسن واش انا كصحفيه واتصلت بلونسا وقلت له واش كاين اعلاف مسرطينه غتقول لي اه هذا محمدي راه كاين اعلاف مسرطين في نظرك كيفاش يكون الرد ديالو في نظري هذا هو لانه الى اليوم في المغرب المستهلك ولا حتى المواطن فقد الثقه في السياسه والسياسيين وربما حتى في المؤسسات الحكوميه وإلا دابا غادي نفقدوا الصحفي براسو غادي يفقد الثقة في مؤسسة اللي كتلعب واحد الدور مهم في السلامة الصحية وغادي يتصل بها وغادي يتكذب الخبر وما تصدقوش غير أنا كنطرح عليك سؤال واش أنا كمستهلكة عادية كإعلامية كصحفية غادي نتصل بالمكتب الوطني وغنطرح عليها هذا السؤال واش في نظركم غادي يجاوبوني انا الممثل ديال لونسان ميشيل انا غادي نجاوبك لان تكلمتي قلتي في انك تهز التليفون انا كمستهلك انت كطرحي بوسك كنقول لك كصحفي اللي نشر الخبر نعم نساو الصحفي ونبقاو الصحفي هو اللي كينشر الخبر ماشي إيه؟ المستهلك الصحفي ملي كيتصل بالمصالح لا حتى المستهلك لان كيداول يعني في المواقع الاجتماعيه تفضل متفق معك ولكن شنو هو الصحفي هو الخبر خص يتاكد من الصحه ديالو إيه؟ الا ما تاكد من الصحه ديالو ما بقاش خبر شكون غادي ياكد ليه غادي يتصل بالمصالح هو ذكر بانه المصالح وسمح لي استاذ هو ذكر بانه هذا راه يستحيل لان انت كتقول لي دابا بحال قلتي لي انت شخصيا على انك انت نوتر منين جاتك لا نوتراليتي وانت جايب سميت الفيزا منين جاتك لا نوتراليتي تفضل الاستاذ بولحسن انا هذا سؤال ليس لا نوتراليتي استاذ انا سمح لي يا استاذ انا ما غاديش نجاوبك على هذا السؤال علاش بصراحه بسيط لان ماشي هذا هو الموضوع ديال الحلقه لا هذا هو الموضوع لا انا باش نتناقش معاك ونثق فيك اسمح لي باش نتناقش معاك ونثق فيك خصني نعرفك انت شنو كتمثل اشنو جايب لان باش تجي تقول لي انا انسان نوتر ما عندي علاقه حتى بواحد هذا يستحق هو خبير في مجال الانتاج الدواجن ولكن اليوم جايب سميت الفيزا راه هذا وين المشكل عند المواطن المستهلك انا نعطيك حنا نتقدموا في النقاش تفضل جاوبك قلتي ما بغيتيش تجاوبني لا ما بغيتيش انا نقول لك نجاوب غير تفضل غير غتجاوبني ولا ما تجاوبني استاذ بيوض نسمعوا استاذ بولحسن شنو كيقول مرحبا لا كاين نقاش غير نقاش تفضل انا انسان اللي مشتغل في هذا الميدان هذا من ناحيه ديال التعليم العالي والبحث اللي غنكمل لك لاكثر من 30 عام انا كنعتبر انسان بانه كيعرف هذا القطاع هذا واختصاص في هذا القطاع وهذيك الصفه هي علاش جاي نهضر في هذا القطاع مرحبا كمختص في قطاع تربيه الدواجن جبت لي شي حاجه اخرى ما غاديش نتذكرها بامر من الفيزا بامر من الفيزا كيفاش بغض النظر استاذ مهم القضيه لا هو جاي من طرف لا فيزا تفضل استاذ بولحسن الفيزا ما كتعطينيش امر الفيزا قالت لي واش بغيتي تشارك في برنامج وماشي هذا الاول فاش غادي ماشي هذا موضوع يعني اللي ناقشوا في البرنامج استاذ بيوض الله يكثر خيرك غير باش نتقدموا في النقاش الوقت كيضيع تفضل استاذ بولحسن وتفضل لا انا قلت لك انا ممثل ديال لونسار موجود غادي يهضر على لونسار لكن انا كنقول لك غير الخبر ملي كيتنشر يعني كتقول ان الصحفي المهني هو اللي يتاكد يعني من الاطراف كامله من الصحه ديال الخبر لانه الى هاد الواحد بغى يخلع عباد الله تيني ويبعدهم تيني بسهوله انه يخلعهم نعم بسهوله تنشر شي خبر ما كاينش وتخلع عباد الله طبعا شكرا لك غنمشي عندك استاذ قبل ما ناخذوا مستمع اللي ماشي مستمع وانما غادي
يشارك معنا في الحلقة، اللي هو صاحب ضيعة لتربية الدواجن بجهة البير جديد، الأستاذ محمد ميدو اللي معنا على الهاتف. أستاذ دكتور السرتاني، أنتم كتمثلوا لونسا، الخبر جاء فيه أيضا بأنكم يعني كانت عندكم واحد شنو بغي نسميوها يعني واحد الحالة طوارئ، خرجتوا الضيعات، خرجتوا كتفتشوا، واش هاد المسألة هادي شنو يمكن لك ترد علينا، واش هاد المسألة هادي صحيحة؟ مسألة بديهية ما تحتاج كاع واحد تفسير علمي ولا، حنا باش كنتحركوا ماشي كنتحركوا الله في الله، كتجينا واحد لوردر دو سيرفيس من لا ديريكسيون سونترال من الإدارة المركزية إيه؟ انا كمفتش بيطاري في البيدان نعم، ما جانا حتى شي اوردر سيرفيس في القضيه نعم. اذا خبر مغلوط 100%. ثانيا فاش كنهضروا يعني بعد ما تنشر الخبر انتم قمتوا ما حنا كنقوموا بالتفتيش والمراقبه بصفه عاديه، انتم عارفينه من البدايه يعني خبر عاري من الصحه عاري لا باش يقول بان كان واحد تاهب ولا واحد استنفار داخل، راه كيكون بمراسلات كتجي من الاداره المركزيه نعم. بامر يجبد لينا هاد الصحفي هذا هاد الامر هذا اللي جا هذا هو اللي خصو يبني عليه، لان باش كنعطي واحد الامر بان كيستنفار لك هو الامر كي غيدير ليه وباش عرفوا وباش عرفوا كيهضروا على المصادر يعني الصحفي عنده مصادر ديالو خاصه ماشي بشرط انه يكتب عليها، المصادر كتكون مراسله انا كمفتش في الميدان ولكن كنجي نجي مراسله ما يجيبها لك، انا كنقول لك انا كمفتش بيطاري في الميدان ما جاتني حتى شي مراسله كتقول بان كاين اعلاف بانها مسرطنه ولا اعلاف غير مرخصه كتداول في الميدان، فاذا بيا كيفاش غنكذب الجهاز اللي كنعمل فيه وبانني غنتيق واحد 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 الخبر تاني لسبب بسيط؟ اسمح لي السي بيو لسبب بسيط نكمل بسيط يقطع، لسبب بسيط هو انك انت موظف ديال لونسا وبالتالي راه ما يمكنش كما كيقول المثل الفرنسي وخليني نكمل وقت كراشي دون لا سوب، دونك شوف لا قبل لا تسمح لي حنا كنتعاملوا باش نكونوا واضحين، لان الاخطر في الامر وهو كنقولوا بان اعلاف مسرطنه جايه من الولايات المتحده الامريكيه، واش هاد الصحفي عنده درايه بعدا شنو هو الفود اند دروغ من مصر؟ لا ها حنا ولينا كل بلاد شي ربما اخبار وينما الاخبار اللي كتخرج انها جايه على راس الولايات المتحده قبل ما يدخل المغرب على الولايات المتحده الامريكيه غتخليه بانه يتداول عندها، واش كيعرف الجهاز ديال فود اند دروغ ادمنستريشن اللي عندهم بانه اكبر جهاز في العالم اللي معروف اللي عنده صارم ما كيتفاهمش في المسائل ديال 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 دي دي التغذيه وكذلك الدواء، بان كيفاش هاد الدواء هذا يجيبوا لنا هاد العينه ولا هاد الاعلاف اللي كتدخل؟ ثانيا المستحيل احنا نهضروا على التواصل الصحفي ولا انا نقول لك انا العينه قبلتي هذه لا واش عافاك واش عندنا مختبرات لا لا بعد على الحدود ديال ما خلونا نشرح دابا نشرح للمستمع الكريم شنو كاين اي ماده كتدخل في التغذيه الحيوانيه يعني مواد اوليه بحال الذره بحال 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 الصوجه بحال النخاله كتستورد مواد اوليه اللي كتدخل في اعلاف مركبه، كاين كذلك المضافات اللي كتضاف لهاد الاعلاف المركبه، هاد المضافات ممنوع منعا كليا بان تدخل البلاد الا ما كانتش في اللائحه ديال المضافات المرخصه من طرف لونسا، راه باش ساهل الامر دخلوا لو سيت ديال لونسا وغتدخلوا لا ليست ديال لي زاديتيف اوتوريزي ماشي كلشي كيعرف يقرا استاذ دكتور انا كنقول لك يعني باش غتدخل باش يقول انا دخلت البلاد خاص بعدا تكون اوتوريزي انا غادي نمشي عند سي عبد الرحمن الرياضي وعاد غادي ناخذوا الاستاذ محمد ميدو اللي معنا على الهاتف، انا كنشوفك كتبتسم، عندي خبر واحد اخر اللي كنتنشر بالضبط عفوا نهار 17 ماي 2015، هذا الخبر نشرته صحيفه ماشي كاتبه فيها ضيعات فلاحيه كبرى تستعمل مضادات حيويه محظوره دوليا لتسمين الدجاج، وحنا دائما كنقولوا ما كاينش دخان دون نار، تفضل الاستاذ الرياضي. لكن خصنا نعرف واحد القضيه يمكن نهضر في جهه ديال لونسا راه ما عندهاش غير الدجاج، لونسا هي اللي كتعطي التصاريح البيطاريه البطيشه اللي غتخرج لاوروبا اللي مولا يخرج لكندا طبعا الحوت اللي كنعرفوا دابا لا سي راه لونسا راه ما غاتسيش دير شي حاجه اللي تمس المصداقيه ديال لا سيناتور ديالها في البابي ديالها، الا جاب الله لونسا كما كيقولوا مع الاسف انا كنبدا الطريقه اللي تتكلم عليها الاستاذ بيوت الاستاذ بيوت على هذا ما عرفتش بزاف وماطيشه اللي ردوا لنا من كندا اللي فيه لا اللي فيه لا بوش اللي فيه لا موش الليمون اللي هذا موضوع اخر استاذ بيوت هذا
هذا موضوع اخر. انت كتهضر على 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 شارجمون فيفا. غير هو شوف كانوا كانت لا سيناتور ديال لونسا راه خرجت مشات لكندا ورجعت. استاذ بيوت تفضل تفضل استاذ ريادي. لا قلت بان لونسار ما عندهاش غير دجاج، عندها سيناتور كي اكسبتي معترف بها. يمكن نقول في المنطقه ديال ديال هذا ديال المغرب العربي الشمالي افريقيا يمكن من بين المنظمات اللي عندها واحد اعلى مصداقيه، والدليل انه ان المغرب القطاع ديالنا التعاون مع لونسا داخلين في واحد البروسيدور واحد العمل باش المغرب يولي عنده الحق يصدر الدواجن لاوروبا. هذا جميل، هذا راه دخلنا راه وصلنا للمرحله الثالثه. اذا الا كان هذا الشيء هذا، لكن المغرب كما كيتصوف كما قالوه المستمعين وكما تعليقات ديال الاستاذ باش ما ناخذوش بان الاستاذ بيوض راه ضد شي حد نهائيا. هو يمثل جمعيه ديال حمايه المستهلك لا اقل ولا اكثر. الطريقه باش ديالو هكذا الطريقه ديالو هكذا. قول لي راه ما كتخرجش شي حاجه حتى تعطي لا سيناتور تعطيها لونسا، كنقول لك متفق معك، الا انه راه ما تيجا الحق ديال كندا ورجعت حتى الحق الروسيه ورجع. لا صحيت عندك واحد القضيه عفوا خويا نفهموها نتفاهموا فيها. انا كيف ما قالت الاستاذ ياسين، انا ما ضد حد ما مع حد، انا كيهمني المستهلك اللي بغى يقول شي حاجه فمو هذاك وحقه هذاك وحريه التعبير. انا من اول اللي مشى عليها الحبس، ولكن ما نبقاوش نقولوا اي حاجه، غير نقولوا شي حاجه اللي شاده، شي حاجه اللي علميا مشدوده، شي حاجه اللي علميا متفقه. واش انت كتظن بيني وبينك، خلينا دابا نخرجوا غير بيني وبينك، واش الدكتور سرتاني اللي هو عضو ديال لانسا موظف لانسا واش غايقول لك؟ تفضل الرياضي، نكملوا الفكره لان المستمعين لا 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 اسمح لي الا مشينا بهذه الطريقه هذه. لا انت انت من لوصا دونك ما تقدرش تقول هذه. لا 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 تفضل. لا لا ابدا 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 انت من الفيزا نهائيا الخطاب ديالنا كاملين. لا لا ابدا 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 تفضل دكتور رياضي، تفضل استاذ رياضي. لا نرجع لهذا الباب. هذا هو انه كما قلت لونسار ما عندهاش غير الدجاج. رانا كتقول المراقبات اللي كيداروا راه كيداروا، نقول لك مثلا القطاع ديالنا هو القطاع الاول اللي عنده قانون اللي منظم قبل جميع القطاعات في الفلاحه. طبعا جامل بعد القانون جامل 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 بعد القانون 28 27 07 اللي كيشمل جميع القطاعات اللي كتنتج مواد غذائيه، واستثنى قطاع الدواجن حيت قطاع الدواجن سبق هذا القانون هذا. اذا هذا كيبين عندك واحد الديناميكيه اللي بدات هذه اكثر من 15 عام طبعاً. في اطار الجوده وتحسين الانتاجيه واعطاء الضمانات ديال الجوده الصحيه. هذا الشيء كله ما كاينش نضربوه ب ب ب ب ما ضربنا والو استاذ الرياضي، ما ضربنا حتى شي حاجه. مع الاسف بدات كتبان في لا لا ما كيبانش نهائيا. تكلمت قبيله على واحد اليوميه اللي تكلمت على حقن اللي كتعطى من اجل التسمين. غادي نمشي عندك الاستاذ ايت بولحسن، وايضا غنرجع عندك الدكتور سرتاني، وينما ناخذوا سي ميدو محمد اللي هو صاحب ضيعة لتربية دواجن بجهة بير جديد. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكيد تبعتي النقاش ديالنا من البداية يا أستاذي. يعني تقريبا واحد 15 دقيقة تبعت النقاش. واحد 15 دقيقة من اتصلت بك. يعني بكل أمانة أستاذ ميدو، أكدتي بأن كل ما يروج غير صحيح نهائيا، أن أعلاف، وقلتي بالعكس حنايا كان يعني تقدمنا بطلبات الفيدرالية أنهم يسمحوا لنا أننا نستوردوا أعلاف من الجارة الإسبانية، وإنما كان رفض نهائيا. وحنا يعني كنستعملوا فقط أعلاف اللي هي محلية، واخا حنا ما راضيينش عليها. نعم تفضل. نعم يعني بالنسبة لهذا الخبر اللي كانت تنشر في الجرائد، يعني أنا كنت متفاجئ أنه يتكلموا على أعلاف مسرطنة في ضيعات ديال الدواجن ولجان وكذا. يعني يقظة، وهذه اليقظة اللي كتكون يعني المعني بالامر هو المربي. يعني اول من غادي يحس بهذيك اليقظة والتفتيش هو المربي. حنا ما كانش عندنا كاع، يعني ما كانش تحريكة بسيطة ولا حتى ادنى مراقبة، يعني حتى ادنى يعني يقظة باش يقلبوا على هذه الاعلاف. يعني هذه المسألة باش خرج نتكلموا على اعلاف مسرطنة كتكون على واحد المادة اللي يمكن سميتها ارسونيك، وهي ممنوعة. انا يعني اللي كنعرف على حسب هذاك الشيء اللي قريت شوية انهم ممنوعة لسنوات انها ما تدخلش للمغرب. اييه.
وكيتكلموا على ان الاعلاف جات من شركه امريكيه. حنا اللي معروف عندنا في المغرب بان الاعلاف اللي كيستعملها المربي كل اعلاف مرتبه مصنعه محليا. هي متفق معاك المواد الاوليه كتجي من برا بحال الذره والصوجا ونوار الشمس، وكاين مواد اخرى لي زاديتيف اللي كيتزادوا للعلف راه كتخضع للمراقبه، يعني شركات معروفه راه كاينه. وما يمكنش انا ما نظنش بانه المنصه انها غادي تفرط في الامن الغذائي ديال المواطن حتى للدرجه انها تسمح لشي حاجه بحال هذه تخرج. واللي خطير هو انه ملي نتكلم على شي حاجه وما نتكلمش بدليل، يعني ملي كيخرج مثلا هذاك المقال في جريده كيقول استنادا الى كذا، يعني كاينه مصادر مطلعه. هاد المصادر مطلعه ولا كتخلعنا هاد المصادر مطلعه؟ وملي كتجي انت كتسول انت الناس اللي قراب لك اللي كتعرف في المنصه كيقول لك حنا ما عندنا حتى شي حاجه. اذا اش كيبقى السؤال المطروح، من المستهدف من هذا المقال ولا من هذه الاشاعه؟ واخا لان ملي كتطلق اشاعه بحال هذه كتمشى الامن الغذائي ديال المواطن، شكون المستهدف؟ انك تدير واحد البلبله وسط المواطنين؟ واش انت مستهدف قطاع اصلا يعاني من مشاكل؟ ما فهمناش. نعم إذا نتقدموا شويه في النقاش. حنايا سمعنا الاخوان، لا الدكتور السرتاني ولا الدكتور ايت بوحسن عبد الله ولا الاستاذ عبد الرحمن الرياضي، يعني نفاو هذه المساله جمله وتفصيلا وقالوا بان ما كاينش، والمواطن خصو يطمئن بشكل كبير على الصحه ديالو بطبيعه الحال. غير وكان سي محمد ميدو ربما التدخل ديالكم اليوم غيتكلم على غيكون حول الجوده ديال العلف المحلي. نتوما كتقولوا بانكم غير راضين على هذا العلف هذا واللي كيتسبب لكم مشاكل، ياك؟ نعم. غادي نعطيك غادي تبقى معايا الله يكثر خيرك واحد دقيقه وغادي نواصلوا. مستمعينا ومستمعاتنا مرحبا بكم مع الجمعيه الوطنيه لمنتجي لحوم الدواجن APV عضو الفيدراليه البيمهنيه لقطاع الدواجن فيزا. موضوع اليوم غادي نتكلموا فيه على مميزات لحوم الدواجن. لحوم الدواجن دجاج وبيبي كتوفر على العديد من المميزات مقارنة مع باقي اللحوم الأخرى. لحوم الدواجن كتلائم مع جميع الفئات العمرية، وهي اللحوم الوحيدة اللي ممكن نقدموها للرضع، كما كتعتبر اللحوم المفضلة للأطفال لأنها لحوم فتية ورطبة وكتميز بنكهة جميلة، زيادة على أنها كتماشى مع جميع وصفات الأكل. بالإضافة إلى أن جميع الرياضيين كيعتمدوا على لحوم الدواجن لنمو العضلات ديالهم، لأنها ما كتزيدش في الوزن وكتساهم في بناء أجسامهم ونموها بشكل صحيح. قدم لكم هذا البرنامج من طرف الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن APV عضو الفيزا، ضمان التغذية السليمة والأمن الغذائي. ما كيتعلق بالاستهلاك، الأسعار والجودة، دابا برنامج أصوات السوق. وحنا دائما مرافقينكم مباشرة على أصوات، دائما مواصلين برنامجنا. والموضوع اللي كنناقشوه اليوم هو الإشاعات اللي كانت راجعت بخصوص الأعلاف مسرطنة بضيعات الدواجن. أكيد يعني تبعتوا معنا في الساعة الأولى من البرنامج أن الحضور لا من الناس ديال الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ولا الأستاذ الباحث والخبير في مجال الإنتاج ديال الدواجن ولا الناس ديال لانصا، يعني الدكتور منير السرتاني اللي كيشرفنا بالحضور، نفوا هذه المساله وقالوا بانها ما كايناش. غنرجع معك سي ميدو محمد، وذكر انكم صاحب بيعه لتربيه الدواجن بجهه البير جديد. اذا حتى انتم نفيتوا هذه المساله وقلتوا اول متضرر غادي يكون هو المنتج، على اعتبار انه الا عطانا شي حاجه للدجاج غادي تضر به غادي يمشي نهائيا. اذا نمشي معك للجوده ديال الاعلاف اللي كنعطيوها اليوم هو علف محلي. نعم تفضل. يعني هذا كنتكلموا على علف يعني مصنع محليا. المواد الاوليه كتجي من برا. غير حنا ملي كنتكلموا على الجوده ديال الاعلاف المقصود بها هو مثلا انا الا عطيت مثلا 2 كيلو ديال العلف، يعني 2 كيلو ديال العلف الدجاج، ومثلا يعطيني كيلو و100 ولا كيلو 200 ديال اللحم. ملي كتهبط الجوده ديال العلف كتعطي مثلا 2 كيلو، تقدر تعطيك كيلو 900 كيلو 500، يعني انت كتضيع في واحد 200 300 400 حتى 500 غرام. ملي كتضيع في هذيك كتزاد الكلفه ديال الانتاج ديال اللحم، وانت في واحد السوق اللي هو خاضع للعرض والطلب. بحال مثلا حنا دروك دابا تنعانيوا انه السوق طيح بزاف ديال الدجاج، يعني الثمن ديال الدجاج في الضيعه ما كيتعداش يعني في اقصى حد يعني 11 درهم.
في هذا الاسبوع. يعني الكلفه يعني كتعلى هذا. شنو السبب؟ هو ملي كتجي هذاك المعامل ديال التحويل ديال العلف الى لحم كيكون طالع، وهذا نابع من الجوده ديال الاعلاف اللي كنعانيو فيها هنا في المغرب، خصوصا هنا في المغرب يعني ما كتكونش جوده مستقره، بعض الخطوات كتكون عاليه يعني كتكون جوده يعني في المستوى المطلوب، وفي غالب الاحيان كنلقاو مشاكل في العلف وكتزيد لنا الكلفه ديال. تكلمتي معايا ايضا على المساله ديال الاسهال اللي كيتصاب به الدجاج استاذ ميدو. يعني هذه المساله ملي كتكون الجوده طايحه يعني حتى يعني الدجاج يعني كيتصاب يعني باسهال. هذاك الاسهال كنستعملوا فيه يعني مضادات حيويه، وهذه المضادات الحيويه هي خاضعه للمراقبه ديال الانصاح، عندها واحد المده ديال الاستعمال ديالها قبل ما توصل للمستهلك، يعني ما كتعداش في غالب الاحيان خمسه ايام، يعني انك تعطيها للدجاج خمسه ايام بعدا عاد يمكن للمستهلك انه يستعمل. ماذا عن التكلفه استاذ ميدو؟ والتكلفه يعني كتزاد التكلفه، مادام انت كتزيد العلاج راه كتزاد التكلفه. يعني قلتي بانه بعض الدول يعني المجاوره، نعطيو كمثال ديال اسبانيا واللي انتم كنتوا طالبتوا بانكم تبقاو تستوردوها وكان نهائيا الرفض، يعني اقل ثمنا. يعني هو ما كاينش رفض يعني بطريقه، يعني كانوا يعني الاخوان داروا محاولات يعني باش يستوردوا العلف من الدول المجاوره، خصوصا اسبانيا اللي عندها مثلا الثمن ديال العلف ناقص على المغرب، ولكن كيصطدموا بهذوك سميتو لوطو ديال التاكساسيون ديال الجمارك، يعني انه هازين باش يعني ما تنافسش يعني ما ديرش. شكرا على التدخل ديالك استاذ ميدو محمد، وذكر انكم صاحب ضيعه لتربيه الدواجن بجهه البير جديد. غادي يمشي عندك الاستاذ عبد الله أيت بولحسن، ثم دكتور باحث وخبير في مجال الإنتاج ديال الدواجن، تفضل. إذا الرد ديالكم على شكرا على الكلام ديال سيميدو، وأيضا بغيت نرجع معك لواحد النقطة مهمة جدا، هي بخصوص بعض الإشاعات اللي كتروج ديال الناس ما بقاوش كياكلوا العناق الجناح، كيقولوا بأنهم مجرد ما كناكلوهم يمكن تصابوا بأمراض سرطانية إلى آخر ذلك، تفضل. شكرا. وهذا الشيء كامل غير باش نطمئنوا المستهلك اللي كيسمعنا، تفضل. شكرا. الأخ بدول اللي عاد هضر معنا دابا هذا كيهضر على مشكل آخر ما عندوش علاقة مع المستهلك، واش الدجاج كيطلع مزيان ولا ما كيطلع مزيان، واش كاين مول ولا ما كاينش مزيان، حسب الجوده ديال العلف. وهنا الجوده ديال العلف ما كيعنيش فيها شي حاجه مسرطنه ولا شي حاجه، العلف كيكون ربما نقص في الجلد ديالو، نقص من ناحيه ديال الطاقه ولا البروتينات اللي كتخلي. وهادشي اللي قال زعما هادشي واضح. لا هو واضح غير باش نعاود نوضحوا. واخا نمشيو من هاد الشيء اللي قال السي بيدو، ملي كتكون الجوده ديال العلف شويه ناقصه كتاثر على الدجاج، لانه ما كيبقاش يتسمن، ما كيبقاش يطلع كما خصو يكون. وبالتالي داك المعامل التحويل كيخصو يعطي العلف كثر باش يعطي كيلو ديال اللحم. هذا اللي كيهضر على هادشي، هذا حاجه طبيعيه كتوقع في دول العالم كاملين، لان شنو هو داك العلف؟ العلف مكون بالاساس من مواد نباتيه، تراس، صويا، نور الشمس، الشعير. وهاد المواد حسب الجو، حسب المناخ، حسب المنطقه ملي ديال فاش تشبعات تحصدات، فاش حتى هي التكوينه ديالها الكيميائيه هي كتغير، ما كتعطيكش نفس الطاقه دائما، نفس البروتين نفس. وبالتالي يمكن يكون بحال هذا المشكل هذا اللي هو عادي جدا، ولكن الاساس هو بانه ملي كتنقص من غير من مواد غذائيه اللي هي صالحه، ملي كتنقص في العلف الدجاج شي شويه الدجاج كيبان عليه ما كيكبرش، المربي ما كيكونش. دابا الى وصلنا لمواد بيستيسيد وانسكتيسيد اللي قالوا الكيماويات، والدجاج الميت كتعاود دير فرينة وكتاكلو ولا شي حاجه، اول واحد اللي ما غاديش ملي كتكون هذا كتوقع بارفوا يكونوا دي بيستيسيد، ولكن ديك الساعه الدجاج كيرفض تماما باش ياكل، ما كياكلش. وديك الساعة كتعرف بأنه العلف اللي بغيت نقوله هو بأنه هاد المواد الكيماوية وهاد الشيء هذا المربي براسو ما يمكنش، صحاب العلف ما يمكنش، مول العلف لأن غادي يبيع شي علف اللي غادي يرجع عليه ما يمكنش يبيعو، المربي غادي يخسر في الضياع، غادي يخسر في الضياع ديالو، الدجاج ديالو يمكن يموت ما يمكن. وبالتالي سي حاجة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بغيت نقول لأنه هذه ربما أساسية، اليوم التربية ديال الدواجن في المغرب اللي فيها اصحاب المفاقس اللي كينتجوا الكتاكيت وفيها المربين واصحاب الاعلاف، النظام ديال الانتاج عندنا في المغرب هو نفس النظام اللي موجود في كل بقاع العالم. اليوم عكس البقر الغنم حسب الجو الجبال، وهذا التربيه ديال الدواجن كتوقع في داخل ديال الكوره
ستابلات. و الكيفيه ديال التربيه بحالنا بحال اوروبا بحال امريكا بحال اليابان بحال الصين كاينه واحد الشريبه اكثر من ذلك. اذا حنا في تطور لا بحال ديما كانت هكذا اكثر من ذلك. السلالات ديال الدجاج اللي كنستعملوا هي اللي كيتستعملوا في العالم كامل. النوعيه ديال العلف لانه كنرجعوا للتكلفه اللي ينتج لان العلف هو اللي كيشكل 70 حتى 75% من التكلفه اللي ينتج هو اللي غالي. نعم. وبالتالي النوعيه ديال العلف اساسا الذره والصويا هما اللي مشهورين فيها. تقريبا كل بلدان العالم داكشي باش كتمشى العلف اللي كياكلوا في اي بلد في العالم هو اللي كياكل هنا. السلالات اللي كنستعملوا هما اللي النوع ديال الكوارا فين كيتربى والتهويئه والحراره وداكشي نفس الشيء. وبالتالي المنتوج ديالنا بحال اي منتوج في العالم ولكن في العالم الدجاج باش يعرفوا المستهلك هو اول لحم اللي كتستهلك في العالم اليوم. حنا في المغرب كنستهلكوا تقريبا 18 كيلو للفرد معدل سنوي ديال الفرد 18 كيلو. الدول ديال امريكا الشماليه والجنوبيه وبعد الدول اخرى والشرق الاوسط كامل ماشي 18 كيلو فاش كاينين بين 40 44 حتى ل 50 كيلو. اوروبا كامله بين 25 حتى 40 كيلو. يعني بانه الدول نفس الدجاج الشرق الاوسط فايتين 50 كيلو بعد فيهم نفس الدجاج اللي كيتسترك تماك اللي كيتسترك. جميل. وعلاش هذا الدجاج هذا غير ونكمل باش ما نطورش. الدجاج هو الانتاج الدواجن ولحوم الدواجن بالخصوص في الأربعين سنة الأخيرة على المستوى العالمي هي اللي عرفت واحد النمو مضطرد حتى ولات تعدات الإنتاج ديال البقر الإنتاج ديال الغرمي لسبب بسيط حتى في الدول ماشي حيت رخيص وصف. أكبر أول لحم تستهلك في أمريكا اللي عندهم قوة شرائية كبيرة بزاف هو لحوم الدواجن بمعدل 50 كيلو. هذا الشيء كيقول لأن الناس كياخذوا الدجاج بالأساس داكشي اللي كيتخوف وهذوك اللي سمعنا بكتطوال لأنه لحم صحي اولا وقبل كل شيء. الناس فعلا كما قلتي في المغرب يعني اولا نظرا للقدره الشرائيه ديالهم يعني الحمد لله يمكن له انه كيمشي يشري الدجاج باثمنه اللي هي مناسبه. وينما الناس عندهم تخوف كما قلت لك قبيله ما كياكلوش العناق ما كياكلوش الجناح كيقولوا بان فيهم حقن مسرطنه ودائما هادشي كيروج. انا كنقولها لخالتي وخالتي كتقولها لبنت عمي والحمد لله دابا المواقع ديال التواصل ولات كتنشر الاخبار بشكل كبير. شنو الرد ديال يعني من اجل طمانه المستهلك؟ الحقن الحقن اللي كتستعمل في الدواجن لان التكلفه ديالهم صعيبه وثانيا باش تحقن راه ما ساهلاش لان ملي كنهضروا على الدواجن ما كتهضرش المربي عنده 10 ولا 20 يقدر يحقنوا راه عنده في المزرعه راه كتكون 5000 10000 20 حتى 30 طبعا ما يمكنش الحقنه ديرها يوميا ولا تبقى الشيء هذا. الحقن اللي كيداروا ملي كيكونوا سي دي فاكسان لي كونو دي فاكسان شنو هما لي فاكسان المهم دي فاكسان لقاحات لان خصك تحمي الدجاج من المرض. الدواجن عندها امراض ديالها خاصه بها كما البقر عنده الامراض ديالو كما بنادم كما اي حيوان امراض خاصه بالدواجن ما كتعاديش الانسان. وبالتالي الطريقه الوحيده باش ما تداويش في الدواجن لان الدواجن ما كنحاولوش نداويو تيني كنحاولوا الدجاج ما يمرضش كتكون اللقاحات ودوك اللقاحات كلقاح اي لقاح كديرو ما كاين حتى شي خطر. هذاك الشيء اللي كيروج ديال الجناح كيكون فيهم لقاحات ومواد مسرطنه اي لقاح حتى تاخذ كاع دي زونتيبيوتيك ملي كتلقحهم تيني اي شي حاجه ما كتبقاش ما كتبقاش ناكلو حنا مطمئنين لا انا 100% الحمد لله اللي كيدور في واتساب ولا شي حاجه اي واحد كيدير وكيعلق وكيخوف خايب الله. استاذ احمد بيوض باش عندي واحد السؤال هذوك باش ما سمحتي لي تفضل هذاك لو كويفيسيون كيلو ديال العلف شحال خصو يعطينا ديال اللحم هذيك النسبه اللي كيعطينا ديال لو رابور كيلو ديال العلف شحال ديال اللحم هذاك لو رابور فين المغرب كاين فيه بالنسبه للدول الاخرى. هذا سؤال على الجوده ديال الالف. في المغرب اليوم حسب نوع التربيه واخا يكون العلف نفس الشيء لان كاينين حوايج اخرين كيدخلوا في الطرق ديال التربيه. المعامل اللي كنحصلوا عليه كيدور بين 1.7 و1.75 حتى 2.2 كاين فرق كبير بيناتهم تقريبا 500 غرام ديال الف زايده بيناتهم حسب النوعيه التقنيه ديال المربي وكيخدم هذا كيلو يعني اللحم. لا كيلو اللحم خصو كيلو باش المستمع يفهمنا كيلو ديال اللحم
خصو كيلو اللحم فاصيلة 7 كيلو 700 غرام د العلف. كيلو دجاج حي ماشي د اللحم، كما كيهضروا على الدجاج حي ملي كيعبروا واخا ملي كتذبحوا شي حاجه كتمشي فيه 30% وحتى 32%. ما كاين غير باش نتقدموا في الكاش استاذ احمد بيوض، لان انا عندي الرابور كنظن ان المستهلك لا يهمه هذا السؤال، لا يهمه المستهلك العادي. المنتج لان كيتقاد غالي عليه الدجاجه كيخرجها للمستهلك غاليه. واخا تفضل جاوب باش نعطي الكلمه للدكتور الثاني وعندنا مستمعين. كتراوح بين هادشي هذا، ما كاينش معدل واحد، كلشي عنده نفس المعدل حسب الطايعه، حسب الخدمه ديالو، حسب الخدامه، حسب بزاف ديال الحوايج. كتراوح بين 1.7 حسب العمر فاش باع، لان باش ما تعطل باش ما كياكل، بين 1.7 حتى 2.1. ملي كتفوت 2.1 كيكون عنده 2.4 ولا 2.5، غادي يكون هذاك راه يمكن الموتى هي اللي طلعت، هذاك الشيء ما بقيناش كنحسبوا معدل الحول. 05 22 77 24 24. تكمل الفكره؟ ما عرفتش حتى شي من المعدل اللي عندك. المهم انا عندي نقاش هذا الاسبوع هذا مع واحد السيد صديقي كان كيخدم في الكوره ديال الدجاج في كورسيكا. وقال لي بالحرف تما كنت كنشوف الدجاجه كتنفخ، وهنا خصني نبقى نتسناها اسبوع عادي بان لي تزاد فيها شي حاجه بالحرف. هادشي اللي قال لي دكتور السرتاني. نذكر دائما برقمنا 05 22 77 24 24. كنعتذروا من الناس لان ربما النقاش ساخن داخل البلاطو. دكتور السرتاني، سمعتي قبيله الناس كيتكلموا يعني يصرون في كلامهم على ان المراقبه ما كايناش. قلتي في التعليق ديالكم بان الناس ما فاهمينش ما عارفينش. حنا كنقوموا بخدمه اللي هي كبيره وجباره، والناس غير داويه كما كنقولوا بالدارجه. شكرا اختي. ودائما كنتكلموا على قطاع الدواجن. قطاع الدواجن كما قال الاخ قبيله بانه القطاع اللي قانونيا مضبوط، قانون بمرسوم التطبيقي ديالو ومجموعه ديال النصوص القرارات الوزاريه كتضبط جميع سلسله الانتاج. كاين كذلك قانون السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه ديال 2807. بالنسبه الانتاج ديال اللحوم تقريبا واحد 600 الف طن سنويا، اللي كتخص واحد 500 الف طن بالنسبه للحم الدجاج، وتقريبا واحد 100 الف طن ديال اللحم الديك الرومي، بالاضافه الى 5 المليار تقريبا ديال البيض. في الضيعات اللي كاينين حاليا بالنسبه للانتاج ديال لحم الدجاج كاينه تقريبا واحد 7600، وبالنسبه للديك الرومي واحد تقريبا 900، وبالنسبه للضيعات ديال البيض المائده تقريبا واحد 252 ضيعه، وبالاضافه الى ضيعات هناك الامهات الكتاكيت اللي كنديروا ديال التوالد. هاد الضيعات كلهم قبل ما كيتحطوا خصهم واحد الترخيص صحي، رخصه. اللي ما عندوش رخصه صحيه من عند المكتب الوطني ما عندوش الحق تكون عنده ضيعه. قبل ما ياخذها خاص الاحترام ديال واحد المسافه دنيويه، كتكون مسافه ما بين ضيعه وضيعه، ذلك باش لبان شي مرض الله يحفظ له هذا، بانه الاحتواء ديال هذاك المرض في اقرب حال. هاد الضيعات كلهم عندهم احداثيات بسيستيم جيو ساتيليتير، يعني كلهم داخلين واحد القاعده ديال البيانات وطنيه معروفين بسيستيم جيو ساتيليت معروفين. هذه من ناحيه ثانيه ما كايناش في قطاع مثلا ديال لحوم الحيوانات المشتره. ثالثا بالنسبه للمحاضن والضيعات ديال التربيه، قبل ما يكون واحد الضيعه غتبدا تباشر من بعد الترخيص، خاص يكون عندها واحد العقده مع طبيب بيطري في القطاع الخاص. الا ما كانتش عقده ما كيكونش عندها الترخيص، يعني الطبيب كيسهر على التتبع ديال هذيك الضيعه، وكيكون في الضيعه واحد السجل اللي الشكل ديالو المضمون ديالو محدد بقرار وزاري. شنو خص يكون في هذا السجل؟ جميع الوثائق المتعلقه بهذاك الفوج ديال الدجاج اللي كان في الضيعه، يعني وثائق ديال تسليم الكتاكيت، وثائق ديال العلف، الوثائق كذلك المتعلقه لدرت شي تحاليل مخبريه، الوثائق ديال باش تسلم لمشى المصدر لواحد الجهه معينه خاصو يتنوطا تمايا، ولا كان شي وصفات طبيه حتى هي خاصها تكون ديال الطبيب، وشنو هما الادويه الاسماء ديالهم. وهادشي يسري على كل الضيعات. على كل الضيعات، وخاصنا حنا كجهاز مراقبه فاش كنجيو السلام عليكم السلام، هذاك السجل هو الاول، هذاك السجل بعدا خصو يكون فيزي بهذاك الطبيب البيطري. تكون على راس على هذه على طول السنه، على طول السنه ماشي ما كيعرفوش المواطنين. شحال مره في السنه؟ بالطبيعه كاين اللي كيمشيو لثلاثه، كاين اللي اربعه، كاين اللي مره، على حسب كل ضيعه مكلاسينهم. هذو الضيعات المرخصه. بالطبيعه الضيعات المرخصه. بلاتي نكمل.
فين كاين هذه المراه المرخصه؟ عندنا شهاده موثقه ديال المراه باش نكون باش واحد السيستم كيفاش السيستم في المغرب كاين. يمكن لك تقرب الميكروفون وسمعني نكمل لك الفكره ديالي. شو القانون شنو كيقول؟ ممنوع منع كليا بان واحد المحضن يعني ان كوفوا يسلم الكتاكيت لواحد ضيعه غير مرخصه. يعني شي واحد اللي عنده ضيعه غير مرخصه وبغى يتسلم الكتاكيت ما عنده منين يجيبهم. هذا القانون فعلا كاين في 49 كاين فعلا هادشي باش يعني واخا يكون دير واحد الضيعه ملي غيجيب الكتاكيت هادو. هذا من جهه. بالنسبه قلنا هذا السجل هذا كيكون فيه لائحه ديال الادويه. حنا اول حاجه كنجيو كنشوفوا واش كاين التوقيع ديال الطبيب البيطري، واش كاين متابعه ديال الطبيب البيطري ولا فقط كيعطي الادويه يمشي يديرهم. يعني خاص هذوك البرنامج ديال اللقاحات يكون محترم بان الاسم ديال الدواء يكون في حاله اللي كان هناك علاج، احترام كذلك ديال المده ديال الانتظار ديال هذاك الدواء. نعم باش كنهضروا يكون معالج كله يعني يعني الجهاز ديال التربيه ديال الطيور الداجنه الحيه في المغرب لا الانتاج ديال اللحم لا كذلك الانتاج ديال البيض المائده عرفوا واحد التطور ملموس منذ مده، وهذا ما كيشوفوش كاع المواطن ما كيشوفش هذا الجهاز كيفاش كيعمل وكيفاش كيخدم. واش كاين تقصير كما قال الاستاذ يعني في التوعيه في انهم يتواصلوا يعني بشكل مستمر مع المستهلك؟ لونسا عندها سيرفيس دو كومونيكاسيون ديال التواصل، دايره دي سبوت ديال الجهاز كيفاش كيخدم كامل. بالنسبه للقطاع ديال تربيه الطيور الداجنه عبدو ربي كنت في فيديوهات اللي كاينين حاليا في سيدي لونسا، فيديوهات اللي كيفاش تحسيس كيفاش كدير التربيه وكيفاش كيدير الادويه وكيفاش كيدير كل شيء. يعني المعلومه خاص الانسان يبحث عليها انا بغي يعرفها. اما باش نحكموا بان التربيه راه ما كاين حتى شي حاجه هذا امر اكثر من ذلك، راه ما كيعرفهاش المواطن اللائحه ديال الادويه البيطريه. يعني الادويه البيطريه مرخصه، لكن كاين كتاب في سيتاوا ديال لونسا في 400 صفحه، كنقول 400 صفحه في جميع الادويه على مختلف انواع الادويه. وانا رجعناكم يعني كل يعني في غنقول بسيط ما غاديش يعني نعرفوا دكتور. لا علاش هذا المربي هذا غيخلي هذه اللائحه ديال الادويه كامله وغيمشي لادويه اخرى اللي قلب عليها مستطلع. واش هذه الادويه كلها ما كتقديش؟ عرفتي هذه الحاله منين جايه دكتور؟ نعم. حينت هذاك المستهلك العادي مسيو لامضا متفق معاك شنو كيشوف؟ اسمح لي شنو كيشوف؟ كيشوف الرياشه ربما هذا هو الشق الثاني من البرنامج. نشكر السي بيود اللي تارو لان المستهلك شنو كيشوف؟ انا غادي نرجع معاك التسويق اللي عندنا فيه مشكل. اليوم غادي نديرو لك حساب الدكتور السرتاني لان سبق وحضرتي معنا في حلقه من الحلقات وتكلمنا على السوق ديال الدواجن بالحي محمدي هنا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط بمقاطعه 43 بدرب مولاي شريف، واللي كنا قمنا يعني بزياره خاصه. الكل غادي يتفقوا الناس اللي زاروا هاد السوق يمكن مجرد ما كتحط رجلك فيه حاشا واش تقول سوق ديال الدجاج، يمكن لك تقول بانك في مزباله حاشاكم، وانما هذا هو اللي كاين. لا ظروف ديال ذبح الدجاج ولا الظروف ديال الترياش ولا الظروف اللي كيتباع فيه ولا الناس اللي كيبيعوا ولا 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 ولا. كنتي وعدتينا استاذ دكتور السرتاني وانت في هذا المكان في نفس البلاصه هذه مده ديال سنه قلتي بانكم بصدد انكم غديروا محلات خاصه بالترياش بشراكه مع الفيدراليه. فين وصلتوا؟ هذه فات عام وانتم باقي شهور باش نكونوا مضبوطين. شهور لا ما كاينش شهور. نرجعوا ونجيبوا الحلقه. هذا هو اللي خصنا نشرحوا للمستمع الكريم اليوم. بالنسبه لهذا اللي كنسميهم الرياشات ولا الوحدات ديال الذبح الخاصه للتزويد المباشر للاسر، هذه الترخيص ديالها راه ما كتعطيش لونسا، الترخيص ديالو كتعطيه الجماعات المحليه. واخا هذا خرج في القانون ديال 2807 والمرسوم التطبيقي ديالو. يعني المؤسسه التشريعيه 25 شحال؟ لا المرسوم التطبيقي ديال القانون 2807 المتعلق بالسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. هذه السلطه التشريعيه ديال البلاد هي اللي بغات هذه المنحه هذا. ترخيص ما كاينش ترخيص اداري وترخيص صحي، وانما كاين ترخيص واحد كتسلمو الجماعه المحليه. واخا لونسا ما كتسلموش. حنا القانون شنو كيفرض؟ القانون اللي كنهضروا عليه ديال القرار الوزاري للتطبيق ديال القانون 49/93 كيلزم بان جميع اللحوم الدواجن المعروضه للبيع خاصها تجي من المجازر. ممنوع منعا كليا تكون شي رياشه في البلاد. هذا القانون.
يعني في الواقع لا، ولكن الواقع محتم علينا قبل من القانون، لانه الا مشيتي الا مشيتي لهذا السوق انا تحليل كنعطيك منطقي ونخلي المستمع الكريم بانه غادي نطرح سؤال على المستمعين، شنو رايكم في طرق ديال الذبح والترياش ديال الدجاج اللي كتقداو؟ واش هادشي ما كيخليكم شويه مخلوعين؟ وايضا انا بغيت نمشي عند الاستاذ الرياضي. ما كملتش الفكره ديالي في هذا الموضوع هذا، لان انا في حين بان لونسا لقات بانه كاين هذا المشكل هذا، 15000 رياشه مرخصه من طرف الجامعات المحليه، شنو غنديروا امام هذه المعضله هذه؟ دارت شراكه مع الفيدراليه البيمهنيه لتحديد هاد الوحدات ديال الذبح لتزويد المباشر للاسر، لانه ما عندناش عليها هروب، وكاينه ثقافه استهلاكيه مغربيه اللي ما نقدروش نحيدوها للمغاربه، بان الاغلبيه العظمى ديال المغاربه كتبغي تقتني واحد الدجاجه حيه تشوفها بانك تذبح قدامها. اذا الاصلاح ديال هاد الورشه هذا فهو اصلاح ماشي نابع من واحد الاراده اداريه، في حين بانه خص اراده سياسيه اللي تكون داخل فيها جميع الشركاء. انتما خرجتوا راسكم من هذا الشيء، حنا كجهاز تنفيذي حنا كجهاز تنفيذي ما كنعطيوش الترخيص اول حاجه، كنساهموا في المراقبه، نتفق معاك، ولكن 25/8 ابلتي عليكم المراقبه. حنا لا، انا كنعطيك شنو هو شكون اللي خصو الجهاز يسلم الترخيص. لو تغيرت غدا كامل الوحدات الصناعيه لونسا هي اللي كتعطي الاعتماد وهي كتعطي الترخيص، لا تعطى بان لونسا اللي خصها تعطي الترخيص ديال هاد الرياشات، لونسا غتحمل المسؤوليه ديالك. غادي نمشي عند الاستاذ عبد الرحمن الرياضي اللي اليوم كيمثل الجمعيه الوطنيه لمنتجي اللحوم ديال الدواجن، وغادي نطرح عليك نفس السؤال. انتم كفيدراليه عارفين شنو كاين هنا في مدينه الدار البيضاء، سوق الدواجن اللي كما يعني وصفته، لانني انا مشيت له زرته ما يمكنش لك تحط فيه رجليك، وكنلقاه تبارك الله راه عامر وعليه اقبال. شنو 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 درتوا باش تحدوا من هذه المهزله اللي كاينه؟ احنا ما بغينا نقطعوا الرزق ديال حتى شي واحد، احنا عارفين بان الناس كيسترزقوا داخل هذا السوق. هذا السوق فعلا مشكل كبير، مشكل لان الشروط مش كاينين، يتعاملوا الناس اللي تما مع الدواجن شروط غير مقبوله، وهذه تقريبا شي ما عنديش التاريخ بالضبط، لكن ربما 3 ولا 4 سنوات فاش دخلنا في نقاش مع السلطات المحليه ديال الدار البيضاء باش تلقى شي حل لهذا الباب هذا. الجواب فعلا كان مشروع، راه وقعوا تحسينات في هاد المحل هذا، ولكن انا كنظن داكشي مازال ما كافيش، مازال المشكل مطروح، يمكن بحيث اقل شويه من داكشي اللي كان شحال، ولكن مازال المشكل مطروح. بخصوص يعني المشروع ديالكم ديال الرياشه فين وصل؟ هو خصوصا انتم اللي غتمولوا. هو كما قال الدكتور هذه طريقه استهلاك عند المواطن، ما يمكنش نغيروها بين ليله ونضحاها. اللي كاين هو انه الفرق بين الرياشه والبطوار، الفرق الاساسي هو ان البطوار كيعطي ضمانه. ضمانه مثلا الا غيمشي ديك الدجاج لشي مطعم ولا شي فندق وعنده ديك الطابع ديال لونسا، راه عنده ضمانه ديال انه يحترم واحد المعايير ديال الجوده. نعم. الدجاج ديال الرياشه كيعني الفرق بينه هو انه ما عندوش هذه الضمانه، ولكن ما كيعنيش انه مسموم ولا خايب وهذا. كاين اخبار كتحدث انهم كيبيعوا حتى الدجاج الميت كيبيعوه. انا هادو اخبار، انا شوف انا اخبار استاذ رياضي، انا ما يروش جميع انا غير كذب ولا نفي ولا نعم. لا شوف نعم، احنا بشر ما نقولش احنا مغاربه، احنا بشر. لا بدا يكون شي وحدين اللي ما عندهم ضمير ولا هذا، ولكن انا ثقي بيا الاغلبيه الساحقه ديال الناس راه كيتعاملوا مع زبناء، الزبون ماشي كيدير همزه يبيع عليه اليوم ويمشي يتحول بلاصه اخرى، راه ديما في ديك المحل. دونك الا كاع باع عليه شي حاجه ماشي هي هذيك الخطره هذه، راه يمكن ما يرجعش عنده، بحال هكا يمشي عند اللي حداه. شنو اللي كيضمن اللي خدا يكون كفس منه؟ نعم. لا ماشي هذا هو المنطق. لا هذوك الناس كيبيعوا، الفرق اللي كاين الاساسي شخصيا ماشي 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 اللي هو انه ديك العلامه ديال الجوده اللي كتضمنها الدوله عن طريق لونسا ما كانش عند الرياشات، والدليل الحمد لله ان كون نهار اللي كتطلع فيه الشمس 2000 طن ديال الدجاج كتفرق، ونسبه كبيره ما يزيد على 90 ولا اكثر من 90% كدوز على هاد الباب هذا. والحمد لله لحد الان ما كانش اشكاليه كبيره صحيه راجعه من هاد الشيء هذا، ولكن كما قلت خاصنا
اطير على واحد الاجل. وانما انا اليوم استاذ الرياضي وايضا المسؤولين داخل الفيدراليه وداخل المكتب الوطني للسلامه الصحيه، انا كنوب على مجموعه ديال المستهلكين اللي كيزوقوكم عافاكم ديروا حل هذا المشكل ديال السوق. غادي نبقاو مع فاصل ومن بعد نرجعوا ناخذوا عدنان مدينه الدار البيضاء. اصوات الرياضه متابعه لابرز الاحداث الرياضيه الوطنيه والدوليه. غادي نخدم بعض اللحظات اولى نقاشات وجرأة في التحليل. الناخب الوطني لا يتصل بالعميد وهذا خصها تفتح بها تحقيق، خصها تفتح بها تحقيق على عباد الله. الناخب الوطني كيوضع الله عليهم الثلاثاء يوم الاربعاء مهدي بن عطيه كيرد عليه، هذا راه رد مقصود. الجامعة تنواكب ماليا الفرق المغربية المشاركة في البطولات الإفريقية، وهذا شيء مهم وأساسي وما كيتوجد في البطولات وفي الجامعات الإفريقية الأخرى. واش كاين شي واحد سواء في وسائل الإعلام أو في الجمهور كيشوف كيف كنشتغل باش يقول لك كيف كتواصل؟ برنامج أصوات الرياضة مع يوسف الحلاوي في موسمه الجديد، تابعوه كل سبت وأحد من الرابعة إلى السادسة مساء، كونوا في الموعد. La première en face et ensuite l'intersection sur le premier carrefour sur le boulevard de droite. Non, de gauche. Non, pardon. ما تبقاش تالف، إنوي كتساعدك باش تلقى مسار حياتك المهنية وكتقدم لك فيديوهات حصرية غتساعدك في اختياراتك الدراسية والمهنية. أجي وتكتشفوا جميع الفيديوهات على موقع imadrasa.inui.ma. إنوي معكم كل يوم. حان وقت السفر إلى أوروبا مع العربية للطيران المغرب. سافر الآن انطلاقاً من الدار البيضاء، أكادير، الناظور، فاس، طنجة ومراكش بأسعار رائعة تبدأ من 199 درهماً لرحلة ذهاب شاملة الرسوم والضرائب. احجز ما بين 25 من شتنبر والثامن من أكتوبر 2017 وسافر حتى 5 يونيو 2018. تفضل بزيارة arabia.com الآن أو اتصل بنا على 080-2803. العربية للطيران المغرب، سافر أكثر. تطبق الشروط والأحكام. راديو أصوات ومستحضرة تجميل ناتشوري سوان كيقدموا لك للا كل يوم في برنامج حديث مغزل مع سناء الزعيم كل صباح مع 11 ديال النهار فقرة جمالك من الطبيعة، وصفات طبيعية ونصائح باش تهلاي بجمالك وصحتك. جمالك من الطبيعة يقدم لكم من طرف مستحضرة تجميل ناتشوري سوان. ناتشوري سوان، جمالك الطبيعي. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف البيضاء المغربية. صحة ولدة اليوم وغدا. أهلا بكم مستمعينا في الفقرة اليومية البيضاء المغربية، وكما كنذكر دائما فالبيض هو غذاء كامل مكمول متوازن محفوظ، والدليل بيضة ملقحة كتعطي الحياة الكتكوت بكل استقلالية. اليوم غادي نتكلموا على المعادن وعناصر النزرة أوليغو إليمون، وكنعرفوا بأن البيض كيحتوي على العديد من المعادن وعناصر النزرة اللي هي عناصر دقيقة كتواجد بنسب صغيرة في الجسم ولكن ذات أهمية كبيرة، كتغطي البيضة الواحدة من 15-25% من الحاجيات اليومية للفرد حسب السن، من بينها على سبيل الذكر كاين الفوسفور اللي عنده دور في بنية الخلايا والعظام والأسنان، أيضا الحديد اللي عنده دور في التبادل الدموي بحيث أن البيض كيحتوي على كمية جيدة من الحديد وكيساعد في منع حدوث فقر الدم وكيلعب دور هام في حماية الجسم من نزلات البرد، والأفراد اللي كيعانيوا من نقص الحديد عندهم مقاومة منخفضة للإصابة بالأمراض، أيضا الماغنيزيوم اللي عنده دور في الوقاية من الأعراض العصبية العضلية، اليود عنده دور في الوقاية من مرض الغدة الدرقية، والسيلينيوم اللي عنده دور نافع في العضلات وكيتميز بخاصيات مضاد للأكسدة كما أنه يقي من أمراض شبكية العين. يوجد في أصفر البيض العديد من العناصر المغذية الأخرى المهمة، نذكر منها مادتي اللوتين 2000 ميليغرام و1000 ميليغرام من زيكساتين اللي كتنتمي لعائلة الكاروتين وهي من مضادات الأكسدة اللي كتساعد على
منع والوقايه من مشاكل في الرؤيه، هذه الاعراض والامراض المرتبطه بالسن، اي الشيخوخه واللي تفشات في وقتنا الحالي كتحلل عدسه العين واعتام عدسه العين الكاتاراكت اي جلاله. واكدت دراسه اجريت سنه 2006 انه بالوقايه وبنظام غذائي كيعتمد على هاتين المادتين يمكن تخفيض نسبه الاصابه بتحلل عدسه العين ب 80% وجلاله ب 50%. كتبقى إذن الوقاية خير من العلاج ولكل داء دواء. فالبيض إذن كيستطيع أنه يقي ويحمي الأعين ديالنا. البيضة الواحدة للوزن ديالها 60 غرام كتحتوي على 150 ميلي غرام من الكولين أو ما يقارب 50% من الحاجيات اليومية الموصى بها حسب السن. وتبتد دراسات معهد هارفارد للصحة البشرية أهمية الكولين في نمو وعمل الدماغ عند الجنين وفضلها في تقوية الذاكرة عند الأطفال والمسنين. وليس من قبيل الصدفة أن تقوم اليابان بإجبار أطفالها على استهلاك على الأقل بيضة في اليوم وكل يوم. بهذا يكون وقت فقرتنا انتهى. شكرا على المتابعة، تبقوا على خير. قدم لكم هذا البرنامج من طرف البيضة المغربية، بيضة في النهار لذيذة وصحتنا مفيدة. كل ما كيتعلق بالاستهلاك الأسعار والجودة دابا في برنامج أصوات السوق. ونذكر دائما برقمنا 0522-77-24-24 كنعتذر من المستمعين كثير لان ما قدرناش نقضوا الاتصالات ديالهم، كان وعدكم غير تصلوا. كاين عدنان من مدينة الدار البيضاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سي عدنان. لا لاباس بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. مبروك عواشركم. أهلينا وليك السادة كلهم اللي حاضرين معك في الحلقة. تحية للسي عبد الرحمن الرياضي، كنت حضرت لي بزاف على ليكسبوزيسيون في المعرض الدولي للفلاحة. تحية ليه من هذا المنبر. ساجين بار جين اوتر بار، ما كيستيون سهلة مهلة ديال مستهلك مغربي حر. واش حنا اوني بروتيجي؟ واش حنا محميين؟ واش حنا اسكو ني بروتيجي؟ نعم صافي، هذه هي لا كيسيون. جو كرو كو هاد لا كيسيون هادي سا ريزوم ان بيتي بو. هاد السؤال شوف، معنا الاستاذ الرياضي، معنا الدكتور ايت بولحسن عبد الله، ومعنا الدكتور منير سرساني، استاذ احمد بيوت. شكون اللي بغيتي يجاوبك؟ سي عبد الرحمن الرياضي، حيت ديجا سولته في هذا السؤال هذا بوزيسيون وما جاوبنيش عليه. علاش؟ هضره اخرى حصلتي دابا ياك؟ يمكن ما فهمتيش. تفضل، شكرا لك سي عدنان مدينة الدار البيضاء 0522-77-24-24. تفضل أستاذي. لا هو الحلقة كلها كتهضر على هاد الضمانة لأن الضمانة اللي كتعطيها هي السلطة العمومية والممتدة السلطة العمومية في هاد لاشين ديال الماكلة هي الوصى. وفي الحالة ديال الدواجين من الأم ديال هاد الدجاج اللي كناكلو من الام ديالو النهار كيدخل من الخارج، لان الام ما عندناش، ما كنجيوش في المغرب. من تما في البوست فرونتيير كتبدا المراقبه الاولى، كتجي للضيعه باش تربى باش تكبر تولي تعطي الدجاج. كتبقى المراقبه طول العمر ديالها بتحاليل دوريه وبديريجيس اللي كيتقيدوا اللي كتتم المراقبه ديالهم حتى هي دوريه من طرف لونسا المحليه ماشي في الفرونتيير. وملي كيبدا الانتاج ديال الكتكوت ديك البلاصه اللي غيمشي فيها تفقس حتى هو خصو يكون مرخص بطبيعة الحال، كاع الوحدات كلهم يكونوا مرخصين من الاول حتى الاخر. الاستثناء الوحيد هو الرياشات، هذا هو الاستثناء الوحيد اللي كان. ولكن من استثناء الرياشات جميع الموحدات اللي داخلين في السلسله خاصهم الترخيص. والترخيص كيفاش كيتعطى؟ ماشي غير تحط الدوسي ويعطيوك النمره، خاصك تجي للجنه كتجي كتدخل للضيعه وكتتم المراقبه واش كيحترم واحد الشروط اللي محددها القانون. الترخيص والمراقبه ماشي غير كتحبس في الترخيص، كتدوز حتى لطريقه الاشتغال. اذا كاينه متابعه، كان متابعه دوريه، كان متابعه. والدليل في هذا الشيء كله هو انا في القطاع من 1990 وشفت كيفاش الانتاجيه تطورات في القطاع. شفت كيفاش الكميه ديال الادويه اللي كانوا كيتعطاو كيفاش انخفضت الى اقل من الربع على داك الشيء اللي كان كيتعطى، لان الجوده ولات مزيانه. واحد الامراض ما بقاش حاضره بداك الشيء اللي كانت. هذا الشيء كله منين جا؟ من المراقبه اللي ولات، واللي ولات اللي خلات انه ديك الاخطاء وديك الوحدات اللي ما كتحترم الشروط ما بقاش خدامه، تحبست.
قضيه اخرى اللي قلت انه الجوده ديالنا هنايا ولات تسمح للقطاع باش يخرج للاسواق الخارجيه. الو انا شخصيا كنسمع هذه 15 عام يقول لي شي واحد راه المغرب غادي يبدا يصدر الكتاكيت ولا بيض فقيس ولا بيض استهلاك ولا ما كتدخلش العقل ما كتدخلش كنقول لك انت راه كتحلم. دابا كاين التصدير ديال الاعلاف، التصدير ديال الكتاكيت، التصدير ديال بيض التفقيس، التصدير ديال البيض واخا بكميات اقل شي شويه، وهذا الشيء الدول هذا الشيء كله ما جاش على بعضه. غادي نعطي الكلمه للاستاذ الدكتور بولحسن ايت بولحسن عبد الله يكمل الفكره اللي بداها الاستاذ ديالنا سي عبد الرحمن الرياضي، وعاد رجع عندك استاذ احمد بيوض. في نفس الاتجاه انا كنظن بانه سلسله الانتاج الفوق قبل ما توصل للمستهلك، قبل ما توصل التسويق والرياشات اللي كنعرف فهمتيني. هذاك السلسله كامله ديال الانتاج من الاول ديال حتى الاخير ماشي فقط مراقبه، الناس اللي كيشتغلوا كيراقبوا. علاش؟ لان اي حاجه اللي ماشي هي هذيك غادي يخسروا الفلوس. التكلفه الانتاج والثمن ديال الدجاجه كتعرفوه لمده فهمتيني، الهامش ديال الربح الا كان كيكون صغير بعض الوقت كيكون اي حاجه يقدر المربي يخسر. الا خلص المربي مول الفلوس خسر، مول العرف ما غاديش يخلصو. هي غادي المشكل اللي عندنا هو في التسويق وخاصه في الرياشات. انا غادي نحطها من جانب اخر، المشكل ديال الرياشات شنو هو؟ كنعرفوا الظروف ديال الشروط الصحيه كي دايره وهذا الشيء. هذا المشكل الكبير اللي كيخلي المستهلك يسمع اي خبر سيء على الدجاج ويتيقو هو الاتصال المباشر بين المستهلك والدجاج الحي اللي ما كاينش في دول اخرى، حتى دول اسلاميه وحتى دول قريبه لينا ما بقاش الدجاج الحي في المدن. كنهضرش على هاد لو كونتاكت اللي كيبقاو كيشوفوا كي كيدبحوا هذا الشيء هذا، مي سورتو داك لو كونتاكت ديريكت اونتر لو كونسوماتور اي لانيمال اللي ما كاين ملي ما خصوش يكون نورمالمون في لي كروند فيل، كيخلي بانه اللي كيسمع شي حاجه. انا نعطيك مثلا وقعت لا غريب بافير في 2005 ما عندناش في المغرب، كلشي يخاف كلشي يبتني، وكان عقل على باز اللي كيقول لك الا شريت دجاج خصك دوز عليه الراديو تصدر، وداك الشيء كيدخل في اللاواعي كيدخل في اللاواعي ديال المستهلك. طبيعي ان الانسان الديوكسين يعني العمر ما كانش عندنا الديوكسين في المغرب، يخاف على الصحه ديالو. الديوكسين في اوروبا الناس خافوا. علاش؟ لان كيشوف الدجاج كيقول لك واكل. اش كنجي لك هذا المشكل كبير هو اللي كيخلي المستهلك كيخاف. وبالتالي كنظن بانه بلادنا تيني التطور ديال الانتاج في مستوى الانتاج الصوره ديالو ما كتنعكس في مستوى التسويق اللي خص يكون فيه تطور كما جا به الدكتور وكما قالوا الاساتذه. نعم عندنا شهاده حيه من مدينه مراكش، كنعتذر منك استاذ بيوض دائما. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل لاله فاطمه، تفضل. نعم يا هلا. شنو الشهاده ديالك؟ الله يخليكم. ما يخليكم، انا بغيت نهضر لكم على مراكش بانه كاينين نتشعت عليا بزاف بانه مالي الدجاج كياخذوا الدجاج ميت كيجيبوا لهم الناس اللي كيموت لهم في الكوارة ديال الدجاج وكيبيعوه وكيفرقوه في لي ريستورون، يعني لي ريستورون فيها دجاج ميت. ثانيا كياخذوا الدجاج مريض بزاف وكيبيعوه للناس، والناس ما كيعرفوش. انا هذه حسب التجربه ديالي مشيت عند مول الدجاج، ثلاثه الدجاجات والرابعه هي لقيتها ما حمراش كيذبحها قدامي، وكنلقى بانها كلها حمراء يعني واحد المرض فيها شوف شنو، وكنلقاها وبقيت كندبح حتى قلت لي انا ما ناخذش شي وحده دايره هكا شرط عليه من البدايه. وفي الاخر لقيت الدجاجه الرابعه هي اللي لقيت لونها ابيض والما باقي كله احمر يعني ما فيهش اللون، والناس كيشريو داك الشيء مساكين ما كيعرفوش وهذه وهذه. وبالنسبه للاثمنه واش نقدروا نقولوا بان هذا الشيء اللي كيبيعوا واش اثمنه ناقصه ولا بحالو بحال؟ لا 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 كيبيعوا نفس الاثمنه وكاينه واحد المنافسه كتكون بعض الاحيان كينقصوا واحد تيكون حدا الاخر وكيقدر ينقص شي درهم. وهذه منافسه شريفه، هذه عاديه. يمكن الزبائن باش كيجلب لك ليو باش كيجلب لك ليو وكينقص واحد الدرهم ولا شي حاجه في الكيلو، والناس كيبقاو كيتعاتفوا عليه وهذه إيه. ولكن راه تيكون عنده واحد الدجاج ناقص. واخا الدكتور السرتاني اكيد غادي يجاوبك استاذ احمد بيوض. انا اللي شكرا انا اللي بغيت نرجع ليه هو من ماشي من باب الضيعه نقزوا الفراشه، خصنا من باب الضيعه نشوفوا شنو كيوقع. وانا شخصيا كنحمل المسؤوليه لانسا والفيزا. لانسا علاش؟ لان ما كتغوتش باش القانون يطبق،
والفيزا ما كدير والو لان باعت خرجات الدجاجه خرجات البيضه خرج الفلوس صلاة النبي كيفاش وصل هذه هضره اخرى مثلا في القانون هذاك 49 99 كاين واحد 64 ولا 46 684 في النص التطبيقي ديالو هو نقل الدواجن الحيه في القفز العود ممنوعه مازال كتهز في القفز العود حاجه اخرى ملي كنشوفوا على ان الدجاجه خرجات البيضه حتى هي كنشوفوها خرجات في ظروف كيقولوا نقولوا نفرضوا جدلا مزيانة امبيكال ما عندي ما نقول ملي كتوصلني انا التفصيل ديالي باش الظروف كتوصلني البيض منشور في الشمس في الوقت اللي خصو يكون في ظروف ديال التبريد والنهار كله هو كيدور في الكروسه في الشمس اللحم كيتباع شي حوانت 2 متر على 2 متر كيذبح ويخشف واحد الطرو ويغسل واحد الماء واحد السطل حتى كيولي الميكروبا فيها لا الميكروبات بيناتهم لاعبين البوكس الدجاج اللي كيسميوه الكوكلي هذا كيذبحوه 20 و 30 وكيوجدوها جي خذها وديها ثمنها معروف هاد الظروف كلها علاش بغيتو المستهلك امام عدم وجود كان اقول عدم وجود اي تفسير اي تبرير اي حاجه اللي تطمئنوا وتقول لك شوف اسيدي راه غادي نديروا ولا حنا درنا ولا هدرنا ما عدم وجود هاني كيفاش بغيتوه ما يشكش كيفاش بغيتوه ما يبقاش يتامن درتوا اتفاقيه فيزا درتوا في اتفاقيه شراكه مع الفيدراليه المغربيه لحقوق المستهلك انا حضرت على التوقيف محمديه على اساس ان الفيدراليه تعاونكم داكشي اللي المجهود اللي غديروه حنا نوصلوه للمستهلكين وكادي عام ونص ولا ما عرفتش باش دارت هذه الاتفاقيه في محمديه الى يومنا هذا ما داش منها حرف في الاتفاقيه واضح غادي نعطيو نعم اسمحي لي فالمستهلك راه اليوم الى كيروش شي اخبار الى كيطيق بشي اخبار الى كيسمع هي اللي كان يقبلها لان في المقابل راه ما عنده والو نعم انا غادي نعطي لكم الكلمه ونرجع للدكتور السرتاني اللي بغيت طمأن السيدة أولا بخصوص يعني عملية الذبح ديال الدجاج واللي ما قدرتش تاخذوا لان ما عرفاتش كتقولي يمكن مريض السيدة فاطمة بعدا نصحها فيما يشوفوا بحال هذه الحالات الاتصال بالرقم الأخطر ديال لونسا ولا المصلحة البيضاء نعاودوا نذكروا بالرقم الرقم هو 080-136-37 نعم 080-136-37 100 بمعنى واحد جوج الأصفار بطبيعة الحال 080-136-37 داكوغ فاش كنتكلموا على 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 الذبح في هذيك 500 الف طن اللي كتسوق تقريبا واحد 90 92% ديالها كتدوز في الرياشات فقط نسبه واحد 10% هي اللي كتدوز في المجازر بالنسبه للديكل الرومي العكس الديكل الرومي 100 الف طن تقريبا كتدوز بصفه شبه اجماليه داخل المجازر هذه بين قوسين باش نحدوا هذه النقطه بالنسبه لهاد الرياشات باش المستمع الكريم يعرف شنو هما الصعوبه ديالهم وما يبقاش يستهلك الدجاج فيهم سي فري كيشوف الدجاج حي وهذا مزيان ولكن خاص يعرف بان كاين ديك ليطاب اللي كتقولوا بانه كيتخشى في المسخون كاين اختيار يا اما نديروا في المسخون يا اما يريشوا لي يابس اغلبيه الصحيقه كتخشي في هذاك المسخون اللي كتسمى هذيك واللي ما كيتبدلش عمليه الصمت عمليه الصمت ولا اللغه الفرنسيه لي شوداج هذاك بعدا خصو يكون في واحد 52 درجه بعدا ما كتحترمش هذيك 52 درجه الاكثر من ذلك بان خصنا نعرفوا بان الميكروبات اللي كتعيش عاده على الريش ديال الحيوان على الريش الحيوان ولا كذلك الجهاز الهضمي ديالو ولا في البيئه اين فوا كيتخشى هذاك الطير كاع ديك الميكروبات كتبقى ومع ديك الحراره كيتحل هذاك الكلواك يعني المخرج ديالو ديال الجهاز الهضمي وكيتصابوا كيتوجدوا هذوك البكتيريا اللي كاينه في الجهاز الهضمي كتصاب في الماء وبعد تكرار العمليه كتولي واحد لا شارج بكتيريان كبيره بزاف كبيره اين فوا كيتخشى واحد الطير من بعد مع ديك الحراره كيكون هذاك المسام محلول المسام محلول وسي فاسيل بان دوك البكتيري كيدخلوا تحت الجلد وكيسو ماغازين ومع فاش كيخرج الطير ويبدا يتريش كيبرد شويه كيتسد هذاك المسام والبكتيري كيبقاو تما الخطير في الامر وهو ان في الرياشات ما كيسيبيش واحد ليطاب اللي هي مهمه بزاف وهو لو غيسوياج يعني تبريد المجفف واحد المده ديال 3 سوايع على الاقل بانه باش لاكتيفيتي ديال الماء
كتقل فداك 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 اللحم. إذن فاش كيهزها هذاك الطير كيهزو هذاك المستهلك وكيديروا في واحد القفه ولا في بلاستيك كتكون نسبه الماء طالعه والحراره طالعه وهذه ظروف مواتيه للتكاثر ديال هذوك البكتيريات اللي صعيبه وبالتالي هذا يقدر يسبب تسممات غذائيه. مسامع كيسول وكنعاود نكرر الناس خاصه في المدن الكبرى اللي عندهم المساحات الكبرى اللي عندهم يمشيوا يقتنيوا اللحوم ديال 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 المجازر يقدروا بانهم كما قال السي بيوض بانه يقدروا يلقاو بعض الحالات بان كاين باقي شويه الماء وهذاك ديفو تكنيك ديال هذه المساله ديال غسوياج ولكن الا لقينا شويه الماء ما ناخذوهاش لا ما ناخذوهاش بطبيعه اللي بانت لي زرقاء ولا حمراء ولا شيء ما ياخذهاش وبانه يعرف بانه الدجاج اللي جاي من المجازر بانه راه شاف راه خضع المراقبه الصحيه وهذا هو هذا هو المهم في الاطار. دكتور سرتاني مستمع كيقول لك واش ولا خليناها من بعد ما ريشنا وخليناها في الهواء الطلق اولا ولا غسلناها بديك الطريقه اللي كديرها النساء داخل الكوزينه كديروا كنرقدوا في الملح والخل والحامض واش واش هذا ما كيحملهاش هذوك مسائل كتنقص من لا شارج بكتيريا سطحيه ولا شحال ما قدرنا نتفاداو ولا الرياشات الاغلبيه كيديرها في القفه وكيبقى يتسرى بها هذيك خاصه في فصل الصيف وفصل الربيع كتكون درجه الحراره طالعه بزاف ونسبه الرطوبه طالعه في الاكتيفيتي ديالو راه هذا يقدر يسبب تسممات تسممات يقدر يتم هي في التربيه ديالها جايه صحيه ولكن في الاخر يكون الدجاج مرض. من مدينه الدار البيضاء السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اختي اخ بيور اخت ثاني السلام عليكم. مرحبا مرحبا تفضل. كاين واحد النقاط حنا كنداخل في اداره المستهلك حنا باين على هيكل القطاع حنا مشاكل القطاع هذاك نعدو ناسو حنا غير كاين واحد النقط اللي سوداء كما اشرت الاخت سهام النقطه الاولى ملي كنمشي للشينا ديال الكازا ديال الدار البيضاء ديال سوق الدواجن واش ما عرفتش اختصاص ديال اللونفه اولا او اختصاص ديال الجامعه او اختصاص وجهه الصحه او اختصاص وجهه النقل اولا اللوجيستيك حنا ما عرفناش كتمشي كتما غير باش تدخل كتقد الدجاج فريمون اخت سهام كاتاستروف. النقطة الثانية هو داك الدجاج اللي كيتباع في الأسواق الكبرى التجارية ملي كتاخذو كتلقاه ديفيرون بزاف على داك الدجاج اللي كتاخذو ديريكتومون كتذبحو عند الرياشة. نعم كاين واحد كيكون هشيش بزاف ما عرفنا هو دوار عالف عالف ديفيرون ولا لافيكية كلنا ديريكتومون ممكن واحد الفرق بزاف. الحاجة الثالثة السؤال ديالي الناس ديال لونس اللي حاضرين معكم الأخت سهام هو أن بالنسبة لي ما كاينش واحد التويف ما كاينش واحد التتبع كيقولوا العلف هو من العلف محلي متفق معك ولكن لونس واش كتابع النقل ووسائل النقل ديال الدجاج كتعاينوا كتعاين الرياسة لأنه كتباح الدجاج كيبيع أون ديتاي سواء ممكن كتباعش لك خليه حتى الغد الرياشه ما عندهم لا ثلاجه لا والو كيبقى غير هكا في الهواء الطلق كما اشرت في الاختيام حنا شنو الحاجه اللي غتضمن لينا ان داك الدجاج اللي غتاخذو 100% يعني ما غاديك حتى شي حاجه غتخلعك فيه بوغ لانطو ما عندنا حتى شي كارونتي اختيام كذاب ان كاين شي كارونتي انك الدجاج اللي كتاخذو صحي 100% واخا شكرا لك حالات اكسبسيون الله غالب وصافي وشكرا بزاف شكرا ليك شكرا ليك سي رضوان من الدار البيضاء بعجاله دكتور لان بقى لنا 6 دقائق لا دغيا دغيا اللي جاوبنا عليها من قبل ما نعاودوش نرجعوا ليها الحي المحمدي السوق ديال الحي المحمدي لونسا لونسا ما عطيه لا ترخيص ما كدير لا مراقبه صحيه لا والو هذاك كلتها وميرانو تكرارا بان كانت العشوائيه كنتبرؤوا من هذاك السوق ما خصوش يكون ديال الحي المحمدي وكنقولها 25.08 كيفرض عليكم المراقبه لا المراقبه قبا في هذيك الظروف شنو هي بحال بحال غتحلل شي حاجه حرام غاديروا شي حاجه ماشي مهم غاديروا شي حاجه حنا كنتبرؤوا منه ما خصوش يكون ولكن شوف منه انت مفروض عليه لا ما مفروضش عليا لان ماشي انا اللي ما خصو لقيتيه هو هذا اسمح لي سي بيضا باش نكملوا يلا يلا بقات لنا 5 دقائق نعم هذا كيشكل اخطر من ذلك قلبله صحيه الا كانت امراض او بيئه في حاله الله يحفظ لا دخل شي وباء البلاد هذاك راه كاع الكميوات كيترافيرسيو الدار البيضاء كامله وكيوصلوا للحي المحمدي فعلا الله كيلو من غير المشكل البيئي اللي هضرتي عليه كانت مبادره من عند المجلس المدينه بانه يقوم بالتنقيل ديالو فين بغاو ينقلوه حدا المارشي ديال الحوت وينما ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه لونسا لونسا قالت لهم كما قال الاستاذ الرياضي قبيله نعم تما لانه غيولي خطر على 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 على, على المنتجات ديال السمك هذا من جهه بالنسبه للاسواق الكبرى قال بانه كننصح وكنعاود من احسن اقتناء ديال الدواجن من الاسواق الكبرى بالنسبه للنقل النقل لونسا كتعطي الترخيص ديال النقل ولكن اللي كيحرص على 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 النقل في الطرقات في المجال الحضاري الامن وفي المجال القروي الدرك الملكي ماشي لونسا اللي كتقوم بالمراقبه ديالو يعني حرص على احترام تطبيق القانون في المجال الحضاري هو من اختصاص الامن
وبالنسبه في المجال القروي هو من اختصاص الدرك الملكي. بالنسبه للرياشات كما قلت هو الترخيص ديالهم كيتعطى من الجماعات المحليه. المستمع كيقول واش حنا محميين دكتور ايتبو الحسن عبد الله؟ واش حنا محميين؟ أنا من هادشي هو كيتكلم على الرياشات والظروف ديال الذبح والظروف ديال الترياش. أنا كنظن الدكتور هضر وتكلم أيضا الله يكثر خيرك الفرق كيقول لك بأنك لمس واحد الفرق ما بين الدجاج اللي كيتباح داخل الأسواق الممتازة والدجاج الآخر كنحسوا به شوية رطب ما كنعرفوش واش تربى في نفس البلاصة يعني. لا الدجاج كتربى في نفس البلاصة هذيك ما فيهاش نقاش. هذا السؤال حنا ما كنعرفوش كمستهلكين عاديين. المواطن يكون تايق ما يكونش تايق انا اللي كنقول هو بانه الجواب عطى الدكتور والاستاذ بيوض هضر على المشكل ديال التسويق وكيفاش كيشوفوا وانت متفق وكيف انا متفق مع داكشي اللي كيقول فيما يخص السوق وكيفاش المستهلك كيشوف داكشي طبيعي بتيني. وبالتالي انا كنقول بانه كاينين بعض الحوايج اللي يمكن كما قال السي عبد الرحمن في الاول المغاربه راه حتى هما بشر تيني كاين اللي كيغش هادشي ما يمكنليش نكروه. كاين اللي غادي يذبح الميت ويبيعو هادشي راه يقدر يكون ولكن باش غادي تعرفوا. انا كنظن من هنا كنقول بانه هادشي طرا حتى في عين الكبير وهادشي هذا انا كنظن بانه المواطن خص يلعب الدور ديالو باش نقولوا بانه لونسا خصها دير المراقبه. لونسا ما عرفتش شحال نتوما من بيطري في جبل جمع المغرب 300 طبيب بيطري 300 وخصهم يكونوا في المجازر ويكونوا في الحدود وبداو كيدمجوا معاهم بيطره من القطاع الخاص يعني من اجل بعض الاحيان صعيب يراقبوا هذا الشيء هذا كامل. العكس انا اللي كنعرف هذا الشيء هذا كاينين المواطنين اللي كيشوفوا تيني وكيسكتوا على داك الشيء هذاك ومن بعد كيقول لك الدوله ما كتقومش بالمهمه ديالها. انا هذا نداء لان الشيء كاين في الدول اكبر الدول المتقدمه امريكا ما كاينش مواطن يشوف شي حاجه غير مخالفه في الطريق ولا شي حاجه ما يس تليفون بتليفوني تيني. انا كنظن بانه هاد الطريق فاش غاديين بانه راه الدوله ما كتخدمش والدوله خاصها دير كل شيء وانا ما ندير والو بحال انا نسخ طيح الزبل وخص واحد مورايا اللي غادي يجمع اللي غادي يجمع إيه. انا كنظن خصنا نخرجوا من الشارع خاصه انا وبلغتي انت وبلغ واحد اخر اكيد غادي تكون خاصه داكشي اللي ذكر الاستاذ بويد خاصه ملي كتوصل الصحه ديال المستهلك والصحه ديال المواطن. جميل تشوف شي حاجه خصك تهضر عليها وكاينين مسؤولين اللي غادي يجيو ديك الساعه تصل بهم التليفون وهم غادي يقوموا بالدور ديالهم. نعم استاذ عبد الرحمن الرياضي وصلنا للنهايه ديال الحلقه شنو الميساج اللي تبغي توصل؟ احنا فهمنا بان ما يروج حول الاعلاف المسرطنه لا اساس له من الصحه. اللي يقول هو انه يعني خص المواطن انه يطمئن. لا هذا لا جدال فيه. لا خاص انتم هنايا دابا باش تطمئنوا لانه واخا نقول انا ما يثقوش فيا بحال ولا تقو فيك بحال يثقوا فيك استاذي. نعم لا اللي يمكن اللي بغيت نقول هو كل واحد خصو يقوم بالدور ديالو كما يجب. نعم المنتجين راه خدامين قايمين بالدور ديالهم مصالح المراقبه راه قايمين بالدور ديالهم وحتى حتى لي ميديا كان وسائل الاعلام. نعم نبقى عليكم شي شويه. مرحبا لي ميديا تما خصهم يقوموا بالدور طبعا لان واحد العدد ديال المفاهيم الغلطه كتجينا مع الاسف من لي ميديا لان كما قلتوا المواطن لا كفعوله ولكن الميديا هذا هو الدور ديالو تسمى الوسيط الميديا نتا الميديا دونك الدور ديالو هو يحاول يعطيه المعلومه الا كان شي حاجه خايبه ولا شي حاجه وحقيقيه ما كان حتى شي مشكل هذاك لابد يكون متابع. والدليل اننا كنقوموا بالدور ديالنا انكم حاضرين معنا اليوم استاذي. لم تاخذ معك هذا ربما وتابعنا يعني الملف منذ البدايه يعني ماشي غير في الحضور ديالكم اليوم معنا وانما دوزناكم في نشرات اخباريه الى اخر ذلك والهدف دائما هو طمانه المستهلك. ايوه لم تاخذ معك هذا مزيان ولكن كما قال واحد العدد ديال الاضرار نقدروا نتفاداوها غير اذا كان بعد الفيريفيكاسيون بعد النقاش مع الجمعيات اللي عندها هذه الصلاحيه. استاذ احمد بيوض بعجاله لان باقي لي الدكتور ست ثانيه غادي نعطيه نص دقيقه. ما نطلبوش من المستهلك هو يقلب. حنا اللي خصنا نقولوا له راه هنا سير وانت مطمئن هذا الشيء اللي كاين لان هو باش يقلب ويقلب هو بيديه وما عندوش امكانيات لا التقنيه ولا الماديه ولا العلميه. دونك حنا اللي خصنا نقولوا له هاد الدجاجه اللي كتاكل ها فيها وها فيها وها فيها ولكن بطريقه
نزيهة حياة ديال لنا المغربي دابا راه هي ما ياكل فلاصة. الدكتور قويله هضر على النيتر الديوكسين دو الديوكسين كتهضر على مدوني شكل ديوكسين الكويفر يا سيدي. لا الأزمة ديال الديوكسين اللي كانت ديوكسين دو تيطان نعطيك انا مثلا ديوكسين دو تيطان حنا لقيناه في الخبز كيديروه لينا في الخبز كيفاش بغيتينا نطيقوا ملي تنوض الفيدرالية ديال الخبازة والحلويين يقول لك حنا الخبز ديالنا الفن هو فيه ديوكسين دو تيطان. تحية لسي أزاز. أستاذ الدكتور سرتاني تفضل. بعجالة شنو هما المسائل اللي داروا في قطاع الدواجن؟ قانون هيكلي منظم. ثانيا بان كاين تقدم على مستوى التربيه الطيور الداجنه، كاين كذلك على مستوى التغذيه الحيوانيه، كاين كذلك برنامج مراقبه رسميه اللي هو متطور، وكاين كذلك تحاليل مخبريه اللي كدار على طول السنه في واحد البرنامج وطني ديال البقايا ديال الادويه البيطريه المرخصه وكذلك الادويه المحظوره، اضافه للمسائل اللي باقى حاليا وهو النقل، النقل ديال الطيور الداجنه وكذلك ديال النقل ديال البيض، واخر حاجه وبقات اخر حاجه كذلك وهو هذا المشكل ديال الريشات نتمنوا بانه يتعالج. هذا هو كنتمنوا اننا من صرفكم العام الماجي كل مشكل ان شاء الله تحل. شكرا لك استاذ عبد الرحمن الرياضي الكاتب العام للجمعيه الوطنيه لمنتجي لحوم الدواجن وعضو المجلس الفيدرالي البيمهنيه لقطاع الدواجن. شكرا للدكتور ايت بولحسن عبد الله استاذ باحث وخبير في مجال الانتاج ديال الدواجن، الدكتور منير سرساني لانسا المراقبة. أيضا شكر لمحمد ميدو اللي هو صاحب ضيعة لتربية الدواجن بجهة بير جديد واللي كان معنا عبر الهاتف، والشكر أيضا للأستاذ أحمد بيوض رئيس جمعية مع المستهلكين. شكر أيضا المخرج للبرنامج فيصل فرفر. بعد لحظات مستمعينا توب كرونو رفقت سفيان سامع. تحياتي سهام محمدي، الأسبوع المقبل بحول الله تبقوا على خير. قدم لكم هذا البرنامج من طرف البيضة المغربية، بيضة في النهار الليدة وصحتنا مفيدة.